أهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بحضراتكم وتغطية خاصة بنتكلم فيها عن الاعتداء عن ديرنا، دير السلطان المصري القبطي الموجود في القدس، الاعتداء عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، العربدة الإسرائيلية التي تعودنا عليها دائما في كل المواقف وفي كل المحافل. تم الاعتداء على ديرنا هناك، وتم طرد الأباء الرهبان، وتم سحل بعض الأباء الرهبان، وربما تكون الصورة الأشهر لأبونا مكاريوس اللي خد بركة أنه هو يتسحل زي ما سيده المسيح اتسحل تقريبا بنفس المكان وبنفس الناس وبنفس يعني بنفس كل حاجه، يعني نفس الناس ونفس المكان. فابونا مكاريوس طباق، خدت بركه ان انت تتسحل في المكان اللي اتسحل في سيدك. فلكن احنا النهارده عايزين نتكلم عن يعني ماذا بعد الاعتداء على دير السلطان في القدس. تعالوا نشرح مع بعض الحكايه كده من الأول. اللي كان متابعنا يعني في صباح النور حاولت أشرح هذا الأمر، لكن عايز أوضحه باختصار شديد جدا، أن دير السلطان هو دير مصري قبطي لينا، في زي ما أكد نيافة الأب أنطونيوس معانا الصبح في مداخلة تليفونية، عندنا وثائق ترجع لمئات السنين، وثائق تاريخية ترجع لمئات السنين، إثبات لملكيتنا لهذا الدير. وهذا الدير كان إهداء من السلطان صلاح الدين، ومن قبل السلطان صلاح الدين كان ملك للمصريين، ولكن لفترة كان اتاخد وبعد كده رجع. اللي حصل من حوالي 300 سنة بالضبط كده تقريبا، يعني كان في الأحباش اللي هم يعني ساكني أثيوبيا دلوقتي، كان تم طردهم من القدس لأن هم ما بيدفعوش الضرائب وما كانش معاهم فلوس. ولكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بما أن هي كانت هي الأم المسؤولة عن الكنيسة الحبشية، وباختصار خالص يعني زي ما حضراتكم تعرفوا أن علاقتنا بالكنيسة الأثيوبية أو الكنيسة الحبشية هي علاقة دائما علاقة الكنيسة الأم الكنيسة المصرية بالكنيسة الحبشية. البابا أثناسيوس الرسولي، البابا 20 في تاريخ الكرازة في القرن الرابع الميلادي، تم إرسال الأنبا سلامة كأول مطران للحبشة، كأول مطران مصر الحبشة. وموضوع ده استمر كم سنة، استمر مئات السنين لحد 1958 لما هم طلبوا من البابا كيرلس السادس أن هم يبقى لهم بطرك خاص. المهم نرجع لل 300 سنة، تم طرد الأحباش من القدس. نعمل إيه؟ الكنيسة المصرية قالت لك لا، ده الأحباش دول ولادنا، نديهم يقعدوا معانا كاستضافة أو كضيافة في دير السلطان، يقعدوا ساكتين. لا، ما عادوش ساكتين، عملوا إيه؟ عملوا شيء غريب جدا، يعني من بقالنا سنين طوال وكل شوية عاوزين ياخدوا المكان وعاوزين ياخدوا الدير كله. يعني انت جايب ضيف عندك، شوية عايز يزقك وياخد أوضة، وشوية ياخد المطبخ والحمام، وشوية ياخد الأوضة التانية لحد ما يستولى على بيتك كله. ده اللي بيحصل بقاله سنين كتيرة وبيحصل لحد دلوقتي. الحل ايه؟ الحل في احترام المواثيق الدولية واحترام حتى إسرائيل للمحكمة الإسرائيلية نفسها. احنا واخدين من حكم من سنة 71، وده اللي أكد عليه الأنبا أنطونيوس مطران القدس، واخدين حكم من المحكمة العليا في إسرائيل إن الدير بأكمله يعني كله كده على بعضه، يعني كله كده على بعضه ملك المصريين، ملك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولم ينفذ هذا الحكم من سنة 1971. ليه؟ لأمور سياسية لا ليها علاقة بدين ولا ليها علاقة بأي حاجة. لا الإسرائيليين يهمهم المسيحيين، ولا يهمهم الكنيسة القبطية، ولا يهمهم الكنيسة الحبشية. أمال هي إيه؟ هي علاقات سياسية. هو دايما السياسة لما تدخل في أي مؤسسة دينية تشوف العك اللي احنا بنشوفه النهاردة. المهم من سنة 71 إلى هذه اللحظة لم يطبق القانون، ولم يتم طرد الأحباش من دير السلطان، الدير المصري في القدس. نعمل إيه؟ مش عارف، لكن
لكن أنا اللي عايز أكد عليه إن هل من الممكن أو أطرح علامة استفهام، ممكن يكون إحنا نبص للجزء الإيجابي في الموضوع ويتم تدويل القضية واللجوء إلى محكمة دولية زي ما لجأنا ليها في طابة، نلجأ ليها أيضا في هذا الأمر ويبقى في حكم في هذا الأمر ولا لأ؟ معايا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ومستشار السيد الرئيس. أهلا بيك يا دكتور. طيب طبعا هي مكالمة تبقى مهمة جدا ومفيدة جدا بالنسبة لنا. حالا تبقى معانا تاني الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السلوكية وأستاذ العلوم السياسية ومستشار السيد الرئيس. فبقول لحضراتكم، هل من الممكن اللجوء للمحاكم الدولية وإحنا ناخد حقنا بالقانون؟ لأن العربدة اللي إحنا شفناها دي ويتم سحل راهب بهذا الشكل ويتم طرد الناس بهذا الشكل، يطرد مين؟ بيطرد أصحاب البيت، بيطرد أصحاب البيت. وشفنا الآن بأنطونيوس في وقفة احتجاجية من امبارح والنهاردة، وشفنا يعني أمور كتيرة جدا وتطورات عجيبة الشكل. لمصلحة مين؟ لمصلحة سياسية ما بين إسرائيل وما بين أثيوبيا، إحنا ملناش دعوة بيها. لكن أنا قلت كلام الصبح وبأكد عليه دلوقتي، إن هذه الأرض اللي عليها دير السلطان هي ملك السيادة المصرية، وهي أرض مصرية زي السفارة كده، لما بتبقى في أي مكان هي ملك للبلد، مش اللي موجودة فيها السفارة لكن للبلد الأصلي بتاعتها. فهذا الدير إذا كنا بنقول هو ملك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو ملك لكل المصريين، زي ما كل الكنائس والأديرة هنا في مصر هي ملك لمصر كلها، أيضا الأديرة خارج مصر هي ملك لكل المصريين وليس للمسيحيين فقط. بشرفني يكون معايا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. أشكرك يا دكتور وبشكرك لوجودك معانا، وحابب أعرف رأي حضرتك فيما يحدث في القدس والاعتداء على دير تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو بالأحرى أستطيع أن أقول دير مصري من قبل السلطات الإسرائيلية، وسحل أحد الرهبان والاعتداء على الآباء الرهبان هناك. يعني خليني في البداية أقول إنه الممارسات الإسرائيلية طبعا اليوم مرفوضة على كافة المستويات. أولا موضوع اعتقال الشرطة للمحتجين من الأقباط وأيضا معهم راهب طبعا أمر مرفوض، لأنه القضية ملهاش علاقة فقط حضرتك بأعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، وأنت حضرتك تعلم أنها قريبة جدا من كنيسة القيامة في مدينة القدس. أعتقد مهم جدا أنه الموضوع يوضع في إطاره، وطبعا في إجراءات بتتخذ في هذا التوقيت على أعلى مستوى لمحاولة تفهم ما يجري هناك. وبطبيعة الحال طبعا في تطورات وخلفيات الموضوع ربما الإعلام مركز عليها. أنت تعلم جيدا أن الكنيسة دير السلطان بتدار من قبل الكنيسة الأشوبية، وكان في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تقريبا في مطلع السبعينات بيقرب ملكية الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية، وطبعا احنا حقوقنا المصرية فيها موثقة تقريبا من قرن 16، فبالتالي احنا بنتكلم على حق مصري صورة كبيرة. الإجراءات اللي اتخذتها إسرائيل طبعا بطبيعة الحال مرفوضة على كل المستويات، هذه أرض مصرية وملكية مصرية، وطبعا هي تتبع الكنيسة القبطية الكنيسة الوطنية المصرية، بالتالي أنا أعتقد أن هذه الإجراءات ستفتح ملف مسكوت عليه في العلاقات المصرية الإسرائيلية بصورة كبيرة، لأن الحكومة الإسرائيلية كما تعلم وقفت الإجراءات بتاعة النقل وادت المفاتيح الخاصة بالكنيسة للكنيسة الأرشوبية. وطبعا في تطورات مزعجة كتيرة جدا، يعني لا داعي لإزعاج المشاهدين بتفاصيلها، لكن في النهاية كان في تطورين مهمين ربما هم اللي أدوا لأحداث المرفوضة النهاردة. إنه كان في لقاءات أتمت على مستوى وزير الأديان الإسرائيلي الأسبوع الماضي مع مطران الأقباط في مدينة القدس، وكان في أحاديث كثيرة حوالين ترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية وغيرها من التفاصيل. وطبعا ده كان بيتم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية،
وطبعا اسرائيل بتفتح ملف دلوقتي الاوقاف المسيحيه في القدس مش الاسلاميه فقط. وطبعا دي بيحكمها اتفاق شارع مع الاردن واسرائيل، اتفاق الثلاثي، يعني هي تتبع الولايه الخاصه بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. بناء عليه في تفاصيل بقى متعلقه ربما تتذرع بها اسرائيل، تقول انه دايره الاوقاف لم تبلغ من قبل السلطات الاسرائيليه والاجراءات الاجهزه المحليه في القدس، وحضرتك تعلم طبعا دلوقتي في تطورات واجراءات على الارض شغاله انها بتقوم باعمال الترميم او غيرها. انا اعتقد ان يعني الموضوع مهم جدا. على حد علمي خلال الساعات الاخيره السفاره المصريه في اسرائيل والخارجيه المصريه بتتابع الموضوع، موضوع يهمنا احنا وموضوع يجب ان احنا نلقي عليه الاضواء، مش مجرد فقط اجراءات وممارسات اسرائيليه يعني ترهب رجال الدين هناك في الكنيسة. وهي مناسبة القضية طبعا متعلقة بالمطالبة بعودة دير السلطان إلى السيادة المصرية وإلى الكنيسة القبطية الوطنية في مصر. بشكرك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ألف شكر لحضرتك لمداخلتك ولوجودك معنا في تغطيتنا عن أحداث دير السلطان، ويعني بنتمنى وبنشارك حضرتك الأمنيات أن يتم عودة السيادة المصرية والمتمثلة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على دير السلطان، زي ما شبهتها لحضراتكم بالظبط، أن أنت حضرتك استقبلت ضيف عندك في البيت واديته أوضة ينام فيها ليلتين 13، بعد كده قال لك طب معلش اصل المطبخ نقسمه نصين، طب اصل انا الاوضه دي تخصني، اصل الصالون مش عارف ايه، بعد كده عايز يطردك من البيت. طب هو معاه ورق؟ معهوش ورق خالص. طب انت معاك ورق؟ انا معايا ورق. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه تملك اوراق ومستندات لها مئات السنين، وده اللي وضحه لنا نيافه الانبا انطونيوس صباح اليوم. شوف مع حضراتكم فاصل لبعض الجرائم الاسرائيليه ضد الاباء الرهبان الارثوذكس، ونرجع لحضراتكم تاني. لا 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 لا
طلع يا ناس جيش شرطة مخابرات يا حسام ايش بدكم موجود مدعين يا مار كله موجود كله موجود يعني اللي شفتوه معانا دلوقتي ده مش جزء من فيلم آلام المسيح، لكن ده متصور بكاميرا عادية امبارح، يعني سحل أبونا مكاريوس بهذا الشكل وسط الناس، لا رفع في وشهم سلاح ولا الراجل معاه خشبة في إيده ولا معاه حاجة، رجل أعزل، راهب أعزل تماما، معهوش أي حاجة، تم الاعتداء عليه بهذا الشكل. ويجي العالم المتلون يكلمك عن حقوق الإنسان، أنت بصيت للإخوان بصة معرفش عاملة إزاي، ودي حقوق الإنسان ودي مش عارف إيه، لكن توريله اللي أنت شايفه معانا دلوقتي ولا أي حاجة، أعمى لا يرى لا يسمع لا يتكلم، أين العدل؟ يبدو أن العدل بالسلامة يعني مش موجود يعني. فيعني شيء عجيب جدا أن يقف العالم كله أمام هذه المناظر ولا يتحرك. الصبح معانا هنا على سي تي في الأنبا أنطونيوس طلب تدخل عالمي، تدويل المشكلة، القضية اللي مش هتتحل بإعلام المصريين بس ولا بإعلامنا فقط. أنا عارف أن كل برامج التوك شو النهاردة في مصر كلها تهتم بهذا الأمر، لكن الأمر مش هيتحل غير بتدخل يعني ملموس من العالم كله، أن العالم كله يراعي ضميره أمام هذه المشاهد. معايا اتصال تليفوني من الأراضي الفلسطينية، دكتور طه الخطيب المحلل السياسي للشؤون الفلسطينية. أهلا بيك يا دكتور طه. دكتور طه الخطيب المحلل السياسي للشؤون الفلسطينية، أهلا بيك يا دكتور طه. طيب لحد ما يعود لينا التليفون، معانا تليفون من، هيبقى معانا هذا التليفون من فلسطين، وأعتقد هيبقى معانا تليفونات أخرى من قلب الحدث. وعلى مدار اليوم بوعدكم أن هيبقى معانا لقطات حية ومباشرة من القدس إن شاء الله، ربما خلال ساعة أو أقل بنرتب لحضراتكم أن يبقى معانا لقطات حية ومباشرة من القدس، ومعانا لقاءات حية ومباشرة من القدس وتغطية مستمرة، لعلنا نكون سند في هذه القضية، لعلنا نقدر نقدم شيء في هذه القضية. الصباح اليوم على شاشة سي تي في طلب الأنبا أنطونيوس يكون يعني كل المنابر الإعلامية تتحدث، وكل المنابر الإعلامية تتحدث عن هذا الأمر، لعل كلنا يكون لينا دور ملموس في هذه القضية. معايا دكتور طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور طه أهلا بيك. مساء الخير.
مساء النور دكتور طه، وبشكرك لوجودك معانا. دكتور طه، كيف ترى هذا الأمر والاعتداء على الدير المصري المسمى بدير السلطان في القدس والاعتداء على رهبان الدير العزل؟ وهل ده ليه علاقة بشكل أو بآخر بالاعتداءات الفلسطينية الأخيرة اللي تمت الأمس وأعتقد النهاردة كمان في أكتر من مكان، منها الخان الأحمر والاعتداء على عدد من المنازل الفلسطينية في القدس وتحويلها إلى مستوطنات؟ هي بتيجي في نفس السياق أساسا، سلطات الاحتلال من بعد 67 دائما تقوم بمجموعة من الاعتداءات على الكنائس والأديرة في فلسطين تحديدا في مدينة القدس. دير السلطان مش أول مرة بيتم الاعتداء عليه، صحيح، بحجة الضرائب ومصادرة الأملاك. في 2011 كان مطلوب من دير السلطان وكنيسة القيامة، فرضت بلدية القدس مبالغ طائلة بحجة ضرائب على المياه اللي استهلكوها خلال 800 سنة بعد القرن الثاني عشر. خلال كم سنة يا فندم؟ 800 سنة. 100 سنة؟ 800 سنة، قرون 80. ده هم نفسهم يا دوبك ما كملوش 80 سنة، هم ما كملوش 5 سنين. القصة هي في العنجهية والغطرسة والبلطجة اللي احنا بنعيش فيها في زمن بائس. صحيح. الإسرائيليين تحديدا عندهم مشكلة مع الكنائس وترميم الكنائس. دير السلطان في عنده مرحلة ترميم بحجة انه عليه ضرائب مستحقات وكذا وكذا وكذا، ممنوع يرمم الا لما يسدد الضرائب اللي عليه. الضرائب اللي عليه شو هم؟ ضرائب المية. طب انت من بداية القرن العشرين في 1900 مش موجود، في القرن التاسع عشر مش موجود، في الثامن عشر مش موجود. ودي ارض وقف مصرية تبع الكنيسة الارثوذكسية. صحيح. بالمناسبة من القرن الثاني عشر. أي. بل قبل ذلك دير السلطان ده كنيسة مصرية قبطية من القرن السابع الميلادي. صحيح. بعد فتح البيت المقدس في زمن سيدنا عمر والعهدة العمرية، وتم إنشاء دير السلطان، كنيسة دير السلطان في الفترة اللي هي تلت فتح بيت المقدس، وتم الحفاظ عليها من القرن السابع عشر لغاية الغزو الصليبي في القرن الحادي عشر والثاني عشر بعد تحرير القدس في زمن صلاح الدين الأيوبي. وكانت الجيوش المصرية في هذه الفترة هي العمود الرئيسي للقوات اللي طهرت الصليبيين في بيت المقدس تحديدا. وكان من الكنائس الموجودة في هذا الزمن كنيسة دير السلطان، فدي أساسا وقف مصري. صحيح. والمقابر اللي هي مأمنة الله اللي في القدس تحتوي على رفات الجنود المصريين اللي حرروا هذا الدير في القرن الثاني عشر. الآن إسرائيل تحت حجة إعادة ترميم الكنيسة بدها تصادر أملاك الكنيسة، وهي طبعا بدها مش قضية مصادرة شيء، بدها تدخل الدير عشان تسرق بعض مقتنياته. صحيح. تعرف الأديرة القديمة هذه فيها أيقونات وفيها قضايا أثرية قديمة. صحيح. بدها تحاول تبحث عن أي شيء تسرقه بلكن ينفع في عملية التزوير للتراث العبري. عشان بس تكون واضحة الصورة، لأنه هي المشكلة اليوم بكرة بتنتهي، بكرة ما مش حيقدروا يكملوا، لأنه في الأخير دي كنيسة مصرية ووقف مصري. وإسرائيل تعلم أن التمادي في قصص من هذا النوع. صحيح. هي بتعرض أساسا كل الاتفاقيات السلام من 40 سنة للخطر. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، ألف شكر حضرتك لتحليلك القيم لهذا الأمر. هي الحكاية إيه زي ما قال دكتور طه؟ على فكرة سيدنا أبا أنطونيوس قال لنا كمان، قال لنا إيه بقى؟ إن الكنيسة المصرية عرضت إن هي ترمم، إحنا هنرمم على حسابنا بيتنا وهنرممه على حسابنا، أنت مالك أنت؟ قال لك لا، أنا اللي هرمم كحكومة إسرائيلية، أنا اللي هرمم. ليه بقى؟ هو النهاردة هيدخل يرمم،
تقول له طب خلاص بقى رمم تطلع بقى عشان ادخل انا، ما هو وهو بيرمم مش عايز رهبان جوه ومش عايز حد جوه، طب اطلع بقى عشان انا ادخل، يقول لك طب ما خلاص ما انا لسه لما رمم، اصل الترميم لسه ما خلصش، انت عارف الحاجات دي بتاخد وقت، تيجي له السنه الجايه تقول له ايه انا عايز ادخل عشان خلاص انت رممت، يقول لك لا لسه ما خلصناش، ده احنا لسه قدامنا شويه. سنه في سنه في سنه تجري سنين، في 10 في 20 في 100 يستولي الاحباش للاسف. وانا يعني متاذي نفسيا جدا وانا بقول يستولي الاحباش على الدير، لان احنا بنعتبر اهل الحبشه والكنيسه الحبشيه والكنيسه الاثيوبيه هي جزء مننا، فانا يعني متاذي نفسيا جدا وانا بقول كده، بس هو ده اللي بيحصل وبتساعد فيه السلطات الاسرائيليه بشكل كبير جدا. تيجي تدخل يقول لك لا اما خلص، طيب اديني سنه اتنين تلاته، تدي له 10 تدي له 20، خلاص انت ما بقاش ليك وجود في دير السلطان وخلاص ما بقاش بتاعك. احنا بنعمل وقفات احتجاجيه هناك ووقفات سلميه بقياده الانبا انطونيوس مطران القدس عشان مش عايزين نمشي من دير السلطان، احنا عارفين والكنيسه تعلم جدا اذا احنا مشينا وهم هياخدوا في موضوع الترميم خلاص خد معاك سنه واتنين وعشرة ومش هتخرج منها. شيء عجيب جدا، لكن هي دي ثقافه الاحتلال الاسرائيلي في اي مكان. معايا عبر الهاتف الاستاذ اشرف ابو الهور رئيس القسم السياسي بجريده اخبار اليوم. استاذ اشرف اهلا بيك. استاذ اشرف، استاذ اشرف هو مدير تحرير جريده الاهرام، استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريده الاهرام ومتخصص في الشؤون الفلسطينيه والاسرائيليه. استاذ اشرف اهلا بيك. الو استاذ اشرف، طب لحد ما استاذ اشرف يكون معانا انا بس بحاول ان انا يعني على قد ما افهم، يعني على قد ما قريت وعلى قد ما يعني اتكلمت وحاولت افهم، فبحاول اشرح لحضراتكم اللي انا فهمته. هذه هي سياسه الاحتلال الاسرائيلي، انا هزقك بره، بس مش هزقك بره هاجي الصبح اقول لك ايه جواب طرد بالسلامه، لا ده انا بالهداوه كده بالسياسه، وهذه هي السياسه الاسرائيليه. ناخد الحته دي عشان معلش هنصلحها، فما بنصلحهاش وناخد سنين وتمر عشرات السنين. استاذ اشرف معايا؟ استاذ اشرف؟ استاذ اشرف بتمنى يسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. فاللي عايز اكده لحضراتكم لحد ما معانا المكالمه، هذه هي سياسه الاحتلال الاسرائيلي، ولاننا احنا كمصريين يعني شطار شويه في الموضوع ده ودايما نفهم اللي قدامنا بيتكلم ازاي وعاوز ايه، فهو ده تخوفنا وهو ده يعني اللي مخلينا بنقف وقفات احتجاجيه سلميه في القدس، سواء الانبا انطونيوس مطران القدس او الاباء رهبان الدير معاه، شيء مستفز جدا وشيء يعني يدعو للاستياء بشكل كبير جدا ان يحدث هذا في دير مصري. والعجيب واللي زي ما بقول لحضراتكم مؤذي جدا للنفس ان تكون الكنيسه الحبشيه او الكنيسه الاثيوبيه ليها دور في هذا، هم يعني يعتبر الكنيسه الحبشيه هي بنت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه انجاز التعبير. يعني معايا استاذ اشرف عبر الهاتف، استاذ اشرف ابو الهول رئيس القسم السياسي بجريده الاهرام ومدير جريده الاهرام، اهلا بيك يا استاذ اشرف. أستاذ أشرف سامعني؟ يبدو أن في بس مشكلة في الاتصال، فالأمر بيتطور والأمر محتاج وقفة ومساندة لينا كلنا. وزي ما بعوز أأكد كل شوية أن الأرض اللي عليها الدير بما فيها من مباني هي ملك للسيادة المصرية، زي ما قال لنا دكتور طه الخطيب هي ملك للسيادة المصرية. يعني ده لو جامع في القدس كنت هتتكلم كده، طبعا كنت هتكلم كده، لو ملك المصريين جامع في القدس كنت هتكلم كده. طب لو راجل دين يهودي حصل فيه كده وتم سحله في الشارع من قبل المسيحيين ولا المسلمين كنت هتكلم كده. يعني دي عار في جبهة كل رجال الدين في العالم، سواء دين مسيحي أو إسلامي أو يهودي، أن يتم سحل رجل دين أعزل لا يحمل سلاح ولا يحمل أي شيء
لا يحمل سلاح ولا يحمل أي شيء، يعني هو عار في جبين الإنسانية، مش بتكلم لأن هو راهب مصري ولأن الكنيسة أو الدير مصر. إذا كان موجود مكان الدير المصري ده جامع مصري كنا هنتكلم بنفس الطريقة، دي أرض مصرية يعني المفروض إن هي عليها سيادة مصرية. فده اللي مخلي الواحد يعني مستفز جدا من اللي بيحصل، لكن تعودنا على هذه العربدة من الجانب الإسرائيلي. أستاذ أشرف معانا. أيوة أهلا بحضرتك أستاذ أشرف أبو الهول، رئيس القسم السياسي بجريدة الأهرام. أهلا بحضرتك يا فندم، وكنا محتاجين نسمع تعليق حضرتك عما يحدث في من انتهاكات واعتداءات من الجانب الإسرائيلي على الدير المصري في القدس، دير السلطان. يعني حقيقة أنا من دواعي فخري أن يعني واحد من المصريين قليلين زاروا هذا الدير كثيرا، ويعني ودير السلطان بشكل خاص زرته ودخلته ورأيت يعني القلاية الوحيدة المتبقية تحت سيطرة يعني أحد رجال الدين المصريين، أحد رجال الدين المسيحي المصريين، القنص ميسائيل. ذهبت إلى الدير المقابل له، دير الأنبا أنطونيوس، إلى كنيسة القديسة هيلانا، وكل ذلك يعني تبع للكنيسة المصرية. أعلم مدى يعني الضغوط التي كان يتعرض لها يعني القساوسة في دير السلطان وفي دير الأنبا أنطونيوس وفي أيضا دير القديسة هيلانا، الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة، رفض ترميم الكنائس، رفض توسعتها، كل هذا كان يتم على مدى السنوات وكانت الاعتداءات متواصلة. لكن لم أتخيل في يوم من الأيام أنه بدلا من أن يعذر السلطان لسيطرة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، الكنيسة القبطية المصرية، يتم الاعتداء على يعني القساوسة المصريين وإبعادهم والدخول لمساعدة من يسيطرون على هذا الدير يعني بشكل يعني غير قانوني وغير يعني إنساني بأي شكل من الأشكال. وإسرائيل بدلا من أن يعني تنفذ حكم محكمتها العليا بعودة الدير إلى سيادة الكنيسة القبطية المصرية، تعزز يعني مكان ومكانة من يسيطر عليه. الصورة التي يعني رأيتها منذ صباح اليوم وتأثرت بها ويعني وشيرتها على الفيسبوك ورآها كل الأصدقاء في مصر وفي العالم، يعني صورة تنم عن مدى يعني عدوانية إسرائيلية تجاه الوجود المصري في القدس. 7 كنائس في القدس، أكثر من 20 راهبا، 20 رجل دين مصري يدافعون عن أرض مصرية، يدافعون عن وجود مصري، لأن هناك أيضا يعني كما نذكر بجوار الدير الكلية الأنطونية وهي مدرسة ثانوية مصرية تدرس المنهج المصري هناك. يعني أعتقد أنه حسب معلوماتي السفارة المصرية تدخلت سريعا، الخارجية المصرية تدخلت سريعا، لكن هذا لا يمنع أنه لابد من التصدي لهذه الاعتداءات حتى لا تتكرر مرة أخرى، ولابد من محاسبة من قاموا بها. الجريمة موثقة بكل شكل من الأشكال. طيب. والصور موجودة والفيديوهات موجودة. أستاذ أشرف، يعني عايز أقول لحضرتك طبعا يعني أنت تعلم وأنا أعلم أيضا أن مش هيتم محاسبة أي حد من المجرمين اللي عملوا كده، لأنهم اعتادوا الإجرام واعتادوا يعني العربدة في القدس بهذا الشكل، سواء ضد الرهبان أو ضد كنائس أو ضد المسجد الأقصى أو ما إلى ذلك. لكن بتشوف حضرتك من الجانب المصري يعني الخارجية المصرية دورها ايه في الفترة اللي جاية في هذه الأزمة؟ وشايف حضرتك هل ممكن نلجأ إلى التحكيم الدولي وتقديم مستنداتنا وتدويل القضية، ولا بتشوف حضرتك ممكن كيف تكون المخارج أو الحلول؟ يعني مسألة التحكيم هذه تحتاج لرجل قانون يدرس الوضع تماما ويدرس
يعني كافة الأحكام والحجج، وأعتقد أنها في صالحنا تماما. ولكن أنا يعني لأني ليس رجل قانون لا أعرف مخارجها، لكن أظن أن المنطق والعقل والتاريخ يقول أنه لابد من نصرة يعني الحق المصري، الحق القضي في هذا الدير. هذا الدير يعني ليس دير عادي، دير السلطان. دير السلطان يعني من داخله كنا قد هبطنا إلى كنيسة القيامة من الداخل، يعني نرتبط بكنيسة القيامة بشكل يعني لصيق، هو جدارها. هذا الدير له مكانة يعني في كل العالم، في كل الكنائس، في كل المذاهب، وبالتالي علينا أن ندافع عن حقنا بكل قوة. تمام، أنا بشكرك جدا أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. ألف شكر حضرتك للتحليل الكافي والوافي في هذا الأمر، وبنتابع مع حضراتكم التطورات إيه وإيه اللي ممكن نعمله، بنحاول نستفيد من كل الجوانب. لكن أهم شيء إحنا بنشعر إن إحنا لينا دور ككنيسة وكدولة بشكل عام، لينا دور في هذه الأزمة، وكإعلام كمان. أنا أعتقد أن الإعلام المصري هيقوم بدوره، وننتظر من الإعلام العالمي ومن الإنسانية ومن الضمير العالمي أن يستيقظ ويقف ضد هذه الجرائم. من سحل ومن ضرب ومن أهين هو يعني رجل دين، دينه إيه مش مشكلة، يعني لو شيخ جامع رجل دين، لو عخاخام مش عارف إسرائيلي ما هو رجل دين. فإحنا بنرفض الاعتداء على الإنسان بشكل عام، وكيف يهان هؤلاء رجال الدين بهذا الأمر؟ لا يحملون لا سلاح ولا يحملون أي شيء، ولم يقترفون أي شيء، ويتم الاعتداء عليهم بهذا الشكل. نأمل أن يكون في حلول واضحة وحلول عادلة، إذا كان بس يعني إذا كيف تطبق الحلول العادلة في دولة لا تعترف بالعدل؟ إذا كان هم مش عايزين يطبقوا حكم محكمة الإسرائيلية العليا، المحكمة بتاعتهم من سنة 1971. تشوف مع حضراتكم مداخلة أخرى معايا الأستاذ ضياء حشية، هو صحفي فلسطيني من القدس يحدثنا. أهلا بيك أستاذ ضياء. أهلا بكم، أشكرك لي وجودك معنا في تغطيتنا الخاصة على قناة سي تي في، ويعني وحابب أسأل حضرتك رأي حضرتك فيما يحدث، ولماذا هذه العربدة الإسرائيلية الآن ضد هذا الدير؟ فيما يتعلق هذه العربدة، ربما هناك من يقرأ الصورة بشكل أوسع بأن الحكومة الإسرائيلية الآن في عز أوجها من حيث التطرف ومن حيث الإجراءات الإسرائيلية الممارسة على الأرض الفلسطينية. في كل يوم نشهد عمليات سرقة أراضي للفلسطينيين، في كل يوم نشهد عمليات تطهير عرقي إنجاز التعبير، حسب أيضا ما يقوله الصحفيون بأن ما يحدث هو يرقى إلى جرائم تطهير عرقي وجرائم عنصرية تمس كل فلسطيني يعيش على هذه الأرض. نتحدث أيضا يعني ربما نشاهد على موضوع مواطنين من البدو يعيشون في منطقة الخان الأحمر، هجروا عام 48 إبان نكبة الشعب الفلسطيني، هجروا من مدنهم وقراهم داخل الخط الأخضر. في هذا اليوم في عام 2018 يواجهون خطر الترحيل والتهجير وإلقائهم في العراء مرة أخرى. يعني ما يحدث بشكل فعلي بأن الحكومة الإسرائيلية تلقى دعم واسع من الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي على وجه التحديد، لذلك هي تستغل كل دقيقة وتستغل كل ثانية يعني تزيد من استيطانها، تزيد من توسعها، فتقوم بأسرلة مدينة القدس بشكل كامل. نحن نتحدث عن تغيير أسماء للشوارع في مدينة القدس بشوارع عبرية بأسماء عبرية، كانت هذه الأسماء هي على مدار التاريخ أسماء عربية إسلامية، لا زال الفلسطينيين يحفظونها عن ظهر قلب، ولكن التغيير لدى الإسرائيليين يسير بصورة ووتيرة متسارعة، لأن الزائر الأجنبي عندما يأتي لا يلحظ إلا هذه الأسماء التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك نلاحظ حجم الاعتقالات اليومية، حجم الاستشهاد. هذا الصباح يعني كان هناك اقتحام لإحدى البلدات الفلسطينية في منطقة طنون شمال الضفة الغربية، أطلق الرصاص صوب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عام، أصيب هذا الشاب على الفور في منطقة الظهر واستشهد بعدها.
يعني في كل يوم نشهد عمليات اعتقال، نتحدث منذ السابع من هذا الشهر حتى هذا اليوم في منطقة شمال الضفة الغربية وتحديدا في منطقة طول كرم 70 معتقل فلسطيني يعانون. هناك الفراق أيضا داخل الأسر، لازلنا حتى الآن مضربات عن الخروج إلى ساحة يعني ساحة ما يسمى فلسطينيا الفورة، وهي يعني الدقائق المعدودة التي يسمح بها الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء السجينات بالخروج لرؤية الشمس. حتى الآن مضربات بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة، انتهت خصوصيتهم وانتهت كل شيء لهم. ولذلك يعني نلاحظ بأن الاحتلال الإسرائيلي يسير أو الحكومة الإسرائيلية تسير على عدة مستويات، مستويات الأرض، سرقة الأرض، مستويات قتل الروح الوطنية الفلسطينية بصورة واسعة، بصورة أخرى تغيير الديموغرافيا والجغرافيا فعليا على الواقع. لأننا نتحدث بأن إسرائيل عدت خطة ضمن مشروع 2020 ومن ثم أطلقت مشروع آخر 2030، وهو بنهاية عام 2030 ستكون الأمور قلبت رأسا على عقب، ستتفوق إسرائيل ديموغرافيا وجغرافيا أيضا على الفلسطينيين إذا ما استمر الحال على ما هو. طبعًا. يعني هذا ما يحدث فعليا على الأرض إذا ما نظرنا إلى الصورة بشكل مجمل، فإن الأوضاع فعليا قاتمة. خلال السنوات القادمة ستكون الصورة سوداوية للغاية جراء ما يحدث على الأرض وجراء حالة التطرف. هناك من يدعو أيضا داخل المجتمع الإسرائيلي من اليمين، نحن لا نتحدث عن يسار لأن اليسار فعليا في إسرائيل انتهر نحو اليمين، أصبح هناك متطرف ويمين أقل تطرفا. هذا ما يحدث في إسرائيل. نلاحظ بأن وجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية أصبح بالنسبة لهؤلاء المتطرفين غير مقبول، ولا يستوعبون أن كان هناك فلسطينيين أو كان هنا فلسطينيون قبل قيام دولة إسرائيل وقبل مجيء إسرائيل، ولكن بطبيعة الحال هذه صورة سائدة في الأراضي الفلسطينية بأن المجتمع الإسرائيلي برمته يتجه نحو التطرف أكثر فأكثر. نلاحظ أيضا بأن اعتداءات جماعة ما يسمى تدفيع الثمن بالعبرية تاج مخير يقولون، هذه الجماعة تنشط في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، تقوم بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين، إما بخط عبارات عنصرية تدفيع الثمن، وإما أيضا بتخريب ممتلكات، تخريب المركبات، تحطيمها، تكسيرها، سقب الإطارات. يقومون في كل يوم بهذه الأعمال منذ سنوات طويلة ولا أحد يحاسبهم ولا أحد يلتفت لهم في داخل إسرائيل بأن هذه جماعة إرهابية، جماعة أحرقت طفل فلسطيني في منطقة نابلس. أستاذ ضياء، عند دوما يا أستاذ ضياء، ليه سؤال بس يا أستاذ ضياء لو سمعني، ليه سؤال بس لحضرتك، هل من المعتاد من قبل السلطات الإسرائيلية الاعتداء على رجال الدين بهذا الشكل من سحل وضرب وإهانة؟ نعم، هذا متوقع بشكل فعلي، لأننا على الأرض نشاهد كل يوم ما هو أفظع من ذلك. يعني لم تقف على رجال الدين هذه الاعتداءات. هذا اليوم يعني شاهدتم ربما الصور التي باب إحدى الكنائس في مدينة القدس كيف تم الاعتداء على متظاهرين سلميين من الطائفة المسيحية القبطية، أيضا قاموا بضربهم وسحلهم واعتقال جزء منهم لأنهم احتجوا على القرارات الإسرائيلية بحق الكنائس وبحق يعني عمليات الترميم التي تريد منها الحكومة الإسرائيلية القيام بها وتسمى بين قوسين عمليات ترميم. هناك أهداف خطيرة تسير، ولكن بشكل فعلي يعني المجتمع الإسرائيلي كما ذكرت يتجه نحو اليمينية، لا تهمه الأديان، لا يهمه طفل، لا يهمه شيء، لا يهمه امرأة، لا يكترث لأحد. العمليات متواصلة، وشاهدتم يعني لربما كيف تعامل هذا الاحتلال الإسرائيلي مع قضية طفل فلسطيني تم اعتقاله وتعذيبه، وحتى أيضا التحقيق معه كيف كان داخل السجون الإسرائيلية، وصولا إلى فتاة كانت تقاوم الاحتلال الإسرائيلي وتخرج في مظاهرات سلمية، تم اعتقالها وحرمت من تقديم شهادة الثانوية العامة واضطرت لتقديمها داخل السجون الإسرائيلية. لذلك يعني من غير المستغرب فعليا على المشهد الفلسطيني أن يشاهد جندي إسرائيلي يعتدي على رجل دين إن كان مسيحي أو إن كان مسلم. ولولا هذا اليوم تدخل يعني السفارة المصرية لحدثت أمور أكثر من ذلك. صحيح. بعدما تم الاعتداء على رجال الدين الأقباط، ويعني ما حدث هناك كان بمثابة صدمة لدى رجال الدين الأقباط لأن الجيش الإسرائيلي العنصرية ذات تطرفا لا يفرق بين أحد، هناك تعليمات واضحة أن اتبعوا أن اضربوا أن اقتلوا أن اعتقلوا
ولا احد يلتفت الى هذه المواضيع. استاذ ضياء، هل في يعني انباء عن وكالات الانباء العالميه او بعض الدول الاوروبيه، او في بيانات من منظمات حقوق الانسان العالميه ادانت هذا الحدث، ولا الكل واقف موقف متفرج فقط لا غير؟ يعني هناك اداره فلسطينيه على الاقل في هذا السياق، الرئاسه الفلسطينيه، الحكومه الفلسطينيه ادانت هذه الاعمال الاسرائيليه وتدينها بشكل كامل، وليس يعني في يد الفلسطينيين سوى هذا الشيء، يعني ليس في يدهم سوى المطالبات الدوليه والالتفات، مطالبه المنظمات الدوليه ان تلتفت الى ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه من انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكات لحقوق التي تستمر وتسير بصوره سريعه جدا في الاراضي الفلسطينيه. يعني هذه الادانات، يعني اسرائيل لا تصم اذانها عن سماع اي انتقاد ولا تكترث لاي انتقاد، لو ارادت الاكتراث لما قتلت يعني طفل او فتى هذا اليوم في منطقه شمال الضفة الغربيه، في كل يوم يتم الاعتقال، في كل يوم يعتقل الاطفال كسر يعني دون 18 عاما. يعني هذا الامر ربما تنظر اليه مؤسسات حقوقيه بانها تكتب تقارير وترسلها الى المنظمات الدوليه الى الامم المتحده، ولكن لا احد يلتفت ولا احد يستطيع محاسبه اسرائيل، لانها تعتبر نفسها لأنها الدولة القوية والدولة التي يسمح لها ما لا يسمح لغيرها. صحيح. بشكرك جدا أستاذ ضياء حشية، صحفي الفلسطيني، ألف شكر لحضرتك على وجودك معانا، وألف شكر على تحليلك القيم النهاردة. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معايا، من أكتر من شخص، ومن أكتر من مسؤول، ومن أكتر من مكان سواء في مصر أو فلسطين، الكل يدين والكل يؤكد على أمر واحد فقط، إن هذه الدولة التي استفحلت وتفعل ما تريد أمام عيون العالم أجمع ولا تستقوي بأحد، ولا لكن هي عربدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طبعا تستقوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن إسرائيل نفسها بقت أقوى كمان من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أيضا أن تدين أي شيء تفعله هذه الدولة الإجرامية. يعني شيء مستفز جدا، وشيء يعني بنشوفه بنوع من يعني الاستنكار ونوع من الحزن الشديد أن يتم فعل هذا في الأماكن الدينية وفي الأماكن المقدسة ولرجال الدين. شيء محزن جدا، ولكن السؤال الأكبر، والسؤال كيف يقف العالم أن يصمت أمام هذه الإهانات وأمام هذه الأمور المحزنة جدا، يعني يتم الاعتداء على رجل دين وسحله. وزي ما قلت لحضراتكم، يعني ده مش جزء من فيلم آلام المسيح، ده جزء متصور يعني بكاميرا قدام عيون الجميع، والعالم كله يشاهد هذا الأمر، والعالم كله يقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الدولة المجرمة. يعني شيء مستفز، وشيء يدعو إلى الحزن الشديد، لكن نثق، أنا أثق في الدولة المصرية وفي الخارجية المصرية، وبضم صوتي لصوت الأستاذ ضياء، لولا تدخل السفارة المصرية بالأمس، وده أكدهن نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس، لولا تدخل السفارة المصرية، سفارتنا المصرية في إسرائيل، لحدث أمر أصعب من هذا. ويمكن كنا النهاردة نسمع عن أن أبونا مكاريوس ده يعني ضربوه وعملوه مش عارف إيه وزيادات وحاجات كده، وخدوه المعتقل وما طلعش من السجن. لولا تدخل السفارة المصرية ونيافة الأنبا أنطونيوس قال لنا بالظبط كده، قال لنا أنا كلمت السفير المصري وما قفلش التليفون معايا لحد ما سمع صوت أبونا مكاريوس في التليفون. يعني نشكر طبعا سفارتنا المصرية ونشكر الخارجية المصرية، لكن ننتظر أمر أكبر من ده، وننتظر تدخل مؤسسة الرئاسة في هذا الأمر، لأن أمر يخص المصريين، ونحن نثق الحقيقة، بنثق في رئيس الجمهورية ونثق في مؤسسة الرئاسة إن هم يقدروا يعني يكون ليهم تأثير في هذا الأمر، سواء اللجوء إلا محكمة دولية، أو يعني من خلال سياستنا الدولية نستطيع أن نرجع الأمور إلى مجاريها. والحقيقة مجاريها مش أن الرهبان يدخلوا الدير،
لا مجاريها ان الدير باكمله يرجع للسياده المصريه كما كان من 300 سنه فاتوا. دير بقاله مئات السنين ملك للسياده المصريه وتحت سلطه السياده المصريه، ولكن تم الاعتداء عليه، ولكن يتم بدفع. يعني انا من وجهه نظري وبعض الروايات بتقول كده ان بيتم استخدام الاحباش او الاثيوبيين للدفع بيهم هم مع يعني الاحباش ما عندهمش هذا الامر من التفكير ان انا هستولي واعمل وبتاع، لكن السلطات الاسرائيليه هي اللي بتزق ده عنوه في الكنيسه المصريه وفي دوله مصر. فهو الامر مش يخص كنيسه، يعني انا لو اتكلمت ان الامر يخص كنيسه ابقى برضو ايه يعني بمسك الامور من يعني من الخارج فقط، لكن الامر يخص الدوله المصريه وسياده الدوله المصريه. لازم ولابد ان نقف جميعا ولا نقف مكتوف في الايدي، بل يكون لينا تاثير وتاثير قوي، واعتقد ان ده هيحصل. اخرج لفاصل وهنرجع ولسه معاكم في تغطيتنا المستمره، وخلال دقايق هيبقى معانا لقطات حية مباشرة من القدس، ويبقى معانا لقاءات من القدس ومن أمام ديرنا المصري دير السلطان. أخرج لفاصل وأرجع لكم تاني. هو بندير السلطان، دير السلطان مملوك للكنيسة القبطية من القرن السادس على يد السلطان مروان ابن عبد الملك، وتم تأييد هذا التمليك من قبل السلطان صلاح الدين الأيوبي. دير السلطان عندنا وثائق قبطية لملكية الدير ترجع إلى القرن ال17 من 1680، ووثائق تعددت كثيرا حوالي 23 وثيقة. حاليا احنا في محاولة من السلطات الإسرائيلية لطمس هوية الدير القبطية ولإعطائه كمنحة للأحباش أو تمليك الأحباش فيه. طبعا احنا في محاولات ولن نقف لحظة واحدة ولن نتراجع. كأرض مصرية نحن نشارك السفارة المصرية والخارجية المصرية، والخارجية تعمل معنا بكل قوة، وفي تنسيق دائم ما بين البطريركية عندنا وما بين الخارجية. الأمر الحديث أن كان في حجر وقع من سقف الكنيسة، كنيسة الملك ميخائيل، وإحنا كمالك للدير بالوثائق وباعتراف المحكمة العليا الإسرائيلية في حكمها المشهور سنة 1971 من حقنا نحن نرمم ممتلكاتنا، وإن كانت البلدية الإسرائيلية تريد مواصفات معينة تدينا هذه المواصفات، لكن احنا كمالك المكان نرمم بالطريقة أو بالفريق الهندسي التابع لنا. إسرائيل تريد انتزاع مننا هذا الحق، تريد أن ترمم وترمم بفريق الهندسي. احنا وافقنا على هذا بس بشرط يكون على نفقتنا كملاك لهذا الدير، ويكون في مهندس تابع للبطريركية متابع للعمل، وراهب تابع للبطريركية متابع للعمل،
وتقدم الرسومات الهندسية الخاصة بالعمل حتى لا يتم تجاوز الرسومات إلى أعمال أخرى. إسرائيل ترفض كل هذا، تريد أن ترمم هي بفريق هندسة تابع لها وتتحمل هي النفقات حتى تنتزع الملكية تماما من الأقباط في هذا الدير، برغم الحكم المحكمة الصادر سنة 1971. نحن إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الدير وينتزعون مننا فنحن لدينا استعداد للتضحية بدمائنا، وإذا كانوا عاوزين يأخذوا الدير يعدوا على جثثنا ويدخلوا يأخذوا الدير، لكن إحنا كأقباط وكمصريين لم نتعود أن ينتزع مننا سنتي واحد من الأرض، والتاريخ يشهد بذلك. فنحن مقيمون ومستمرون، نحن ليست أصحاب عنف ولا بنعمل مظاهرات فيها عنف، احنا كل وقفاتنا احتجاجية سلمية، نطالب بحقوقنا بكل سلمية ولن نسكت حتى نحصل على حقوقنا. سوف نتكلم مع العالم كله، وأقباطنا الموجودين في العالم كله سوف يتكلموا كلهم في بلده وكلهم مع خارجيته إلى أن نصل أن نحصل على حقوقنا. هذا ما ولسه مع حضراتكم وتغطيتنا المستمرة عن الأحداث، أحداث الاعتداء الهمجي من قبل السلطات الإسرائيلية على دير السلطان، الدير المصري والموجود في يعني في القدس. نتكلم معاكم أكتر ونعرف أكتر، لكن اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفني، الكاتب الصحفي الأستاذ نادر شكري. أهلا بيك أستاذ نادر. أهلا بيك أستاذ حق، نورنا. ربنا يخليك يا رب. يعني بالتأكيد يعني مهانة كبيرة جدا أن يتم الاعتداء على رجل دين. يمكن أنا كنت بكلم المشاهدين من شوية بقول حتى لو يعني رجل دين أيا كان دينه، يعني كان مسيحي كان مسلم كان يهودي، إزاي يتم اعتداء على رجل دين بهذه المهانة وبهذه يعني عدم الإنسانية؟ شفت إزاي الفيديو ده يا أستاذ نادر؟ الحقيقة أنه ده زي ما أنت قلت هو اعتداء همجي وسافر من قوات الاحتلال، وكان مفاجأة بالنسبة لنا. يعني الكل يعني صدم لما شاف الفيديو، شاف الصور الراهب وهو بيتم إهانته بهذا الشكل. أعتقد أن لو تابعنا حتى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خارج مصر في حالة غضب رهيبة من القوات الإسرائيلية اللي لم تراعي قدسية المكان ولم تراعي قدسية رجل الدين في إهانة الرهبان. بالنسبة لنا كان موقف صادم، مش قادرين نفسره صراحة. يعني مش قادرين نفسر إزاي تعاملت القوات الإسرائيلية بالشكل ده مع بالذات يعني الكنيسة المصرية، هي كنيسة القبطية كنيسة وطنية ولها وضعها وكنيسة كبيرة جدا. فبالتالي ونيافة الأنبا أنطونيوس يعني رجل له مكانته في الكرسي الأورشليمي ورجل دبلوماسي، فيتم التعامل بهذا الأمر هي إهانة كبيرة للكنيسة وإهانة كمان لدولتنا مصر، لأنه ده بيمس السيادة المصرية. صحيح. لأنه هذا دير مصري بكل المقاييس. وأعتقد كان لازم يكون في حكمة في اللقاء اللي وقع ما بين نيافة الأنبا أنطونيوس ووزير الأديان في الإسرائيلي
عندما أبلغوا قبل عدة أيام بفكرة أنه هيتم إعادة ترميم المكان، فكان لازم يكون في دبلوماسية في التعامل مع نيابة الأنبا أنطونيوس في أخذ رأيه، لأنه سبق أن الكنيسة المصرية حاولت عندما سقط حجر من الكنيسة، الكنيسة الملاك في دير السلطان، أنه حاولت الكنيسة المصرية تقوم بهذا الترميم، وكان ده في 2017، والسلطات الإسرائيلية رفضت وتصدت للكنيسة القبطية ورفضت هذا الترميم، حين حتى صدر القرار من قبل السلطات الإسرائيلية أن هي لا ترمم هذا المكان دون موافقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودون موافقة السلطات الأردنية اللي هي بتشرف على الأماكن المقدسة داخل القدس. بتشوف إزاي إصرار يعني القوات الإسرائيلية أو الجانب الإسرائيلي أن أنا اللي أرمم، أنت يعني ككنيسة قبطية أرثوذكسية صاحبة الدير مالكش دعوة بالترميم؟ طبعا بص، يعني احنا تعودنا على السلطات الإسرائيلية انها لا تعترف او لا تحترم المقدسات الدينية، وشفنا اكتر من مرة بيتم انتهاك يعني كنيسة القيامة وبيتم انتهاك المسجد الأقصى وغيره، فده مش حاجة يعني جديدة على السلطات الإسرائيلية. طبعا اكيد مش حاجة جديدة، لكن طبعا فكرة التحدي من جانب إسرائيل هي تريد ان تستحوذ على المكان بفكرة أنها هي التي تشرف وتسيطر على الدير، وبالتالي فكرة أنها بتسلمه للأحباش، يعني هو ده الهدف الأساسي من قبل السلطات الإسرائيلية أنها تكون لها سلطة الترميم، وعشان كده هي رفضت أن الكنيسة المصرية هي اللي ترمم، حتى لا يكون الأمر خاضع أن الكنيسة المصرية وقتها هتبقى هي المشرفة على دير السلطان وحالة التنافس اللي موجود. فالتنافس ده مش أول مرة، يعني كان سبق أنه من عامين حاولوا الأحباش أن هم يركبوا أبواب حديد لدير السلطان الجديد، وحصل احتجاج من قبل الكنيسة المصرية، وحصل وقف احتجاجية حتى تم نزع أو إعادة الأبواب القديمة والاستغناء عن فكرة الأبواب الجديدة اللي حاولوا الأحباش أن هم يحطوها. طبعا ده هي رابط موجود ما بين السلطات الإسرائيلية أو إسرائيل وما بين الأثيوبيين، وبالتحديد اليهود اللي تم تهجيرهم من الحبشة بسموهم الشفايفة، ده رابط موجود من فترة طويلة جدا. بس اليهود حتى اليهود الحبشيين يعني ما أعتقدش أن هم ليهم مصلحة في هذا الأمر، ولكن العلاقة الإسرائيلية الأثيوبية واللي يسافر أثيوبيا يعرف أن في علاقة وطيدة حتى في الثقافة الأثيوبية نفسها، يقدروا بشكل كبير جدا الإسرائيليين ويعني ويميلوا بالفخر بده، ويقولوا بفخر أن إسرائيل عملت لنا وسوت لنا. ده حقيقة، والفترة الأخيرة كان في تقارب من جانب الإسرائيل ومن جانب الأثيوبي، شفنا حتى في موضوع يعني المياه وغيره. فأنا شايف أنه للأسف الشديد أن إسرائيل بتواصل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بتتكلم على دولة العدل وهي في نفس الوقت بتخالف العدل في عدم تطبيق القضاء. هكمل معاك أستاذ نادر، لكن بشرفني عبر الهاتف نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وكل توابعها. أهلا بك سيدنا. أهلا بيكو سيدنا. يعني شفت الأمر إزاي والفيديوهات المنتشرة عن سحل أحد الرهبان المصريين والاعتداء على دير السلطان، ديرنا المصري الموجود في القدس، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة الحقيقة ضد المقدسات المسيحية وبالتحديد ضد دير السلطان؟ الحقيقة معروف دايما موقف اليهود وإسرائيل من الأمور دي، خاصة الأمور لا تتصل بالدين. لكن إنت نسأل ما موقف الحبشة أو البطرك بتاع الحبشة من الأحداث اللي بتحصل، لأن برضو موقف الحبشة هو الأساس. صحيح، إن القضاء حكم لنا والحبشة مش عاوزة تدينا أو كنيسة الحبشية مش عاوزة تدينا، ده موضوع لازم يدرس كويس بصراحة، وده الأصول. أما موقف إسرائيل، نتمنى من الحكومة المصرية أنها تتدخل أولا لمنع اليهود أن هم يرمموا دير السلطان، لأن احنا عندنا مرتين أحكام قضائية حقيقتها في الدير. صحيح. ثانيا أبونا ده اللي وسحلوه، احنا شايفينه في الفيسبوك، شيء لا يليق أبدا مع أي إنسان. وبرضو أنا شفت في فيسبوك إن هم محتجزين سيدنا المطران هناك،
ومحاوطينه بالبوليس ومانعين اي واحد يجي ناحيته. حاجه لا تليق ابدا الحقيقه. صحيح. نتمنى نمره واحد الكنيسه الحبشيه تتدخل، وايضا حكومتنا المصريه واحنا واثقين انها تقدر تتدخل وتعمل حاجات كتير، ونتمنى ايضا الكنائس اللي هناك الاخرى في فلسطين برضه يؤازروا الكنيسه الاردنيه، ده احنا كلنا حبايب. نتمنى الامور دي كلها تمشي، لكن دايما معروف موقف اليهود من الدين خاصه الدين المسيحي برضه موقفهم واضح، بيبقى مش متجاوب معانا، وبيبقى فيها نوع من الشده والعنف والتعصب. صحيح. أنا بشكرك جدا سيدنا نيافت الحبر الجليل أنبا مرقس أسقف شبر الخيمة وكل توابعها، شكرك جدا يا سيدنا أستاذ نادر. يعني سيدنا بيتكلم عن جانبين، الجانب سواء المعاملة مع الجانب الإسرائيلي من جهة الحكومة المصرية أو السيادة المصرية المتمثلة بقى في وزارة الخارجية رئاسة الجمهورية ما إلى ذلك، والناحية الثانية هي أثيوبيا. يعني بتشوف إزاي ممكن الدنيا تمشي، هل لو تم تفاهمات مع الكنيسة الأثيوبية، خاصة أن أنا شايف أن العلاقة ما بين الكنيستين لازالت علاقة جيدة إلى الآن، وكان لسه البطرك بتاعهم لسه ما يعني لسه البطرك كان أنبا متياس كان موجود من أعتقد من سنتين يمكن أو أقل، والبابا تودروس راح لهم هناك وكان استقبال رائع. بتشوف الخطوات ممكن نمشيها إزاي؟ هو طبعا أهم حاجة يعني أنا شايف زي ما بيقول سيدنا الأنبا مرقص هو الجانب الرسمي، إحنا عندنا أحكام قضائية نافذة وعندنا الحق وعندنا الوثائق، يمكن حتى أتكلم عليها نيافة الأنبا أنطونيوس، يعني 23 وثيقة تثبت أحقية الدير للكنيسة القبطية المصرية. فبالتالي إحنا عندنا طرق رسمية، هو دور الخارجية المصرية والحكومة المصرية في التعامل مع الجانب الإسرائيلي هو جانب دبلوماسي بالجانب الأول، وهو الهدف الأساسي في حل الأزمة، لأن الموضوع محسوم بالنسبة لنا في القضاء. لكن الجانب طبعا إحنا الكنيسة الأثيوبية في تقارب الفترة الأخيرة تقريبا خاصة مع قداسة البابا تودروس، وحصلت زيارات ومتبادلة ما بين الجانبين، فأعتقد ده مهم جدا يتفتح. لكن هو الأساس إزاي أن أنا أستغل الجوانب القانونية اللي عندي من خلال الخارجية المصرية اللي احنا منتظرين منها حقيقة انه يعني نشوف اي موقف رسمي النهاردة، نشوف اي بيان او تصريح. احنا عارفين انه حصل اتصال وشفنا ان موقف السفارة المصرية هناك تدخلت ايضا انقذت طبعا الحقيقة. انقذت امور كان ممكن تتطور لاكتر من كده، لكن اللي حصل ده هو انتهاك لحرمة المكان اماكن المقدسة المصرية وتعدي على مواطن مصري. فبالتالي احنا محتاجين نشوف الرد الخارجية المصرية ازاي نتعامل ده بشكل قانوني. احنا عندنا طبعا احكام، وبالتالي عشان نتخذ الاجراءات الدوليه او المحاكم الدوليه ده بيتم بين الدول، ما ينفعش الكنيسه المصريه هي اللي هتقوم برفع القضيه دوليه، لكن محتاجين اللي يقوم ده من خلال الحكومه المصريه علشان نقدر ان نطالب اسرائيل بتنفيذ الحكم اللي صادر. تقريبا كان في حكم صادر سنه 1995 من المحكمه العليا الإسرائيلية، ده سنة واحد المحكمة العليا الإسرائيلية دي سنة 71، ده حكم تاني صدر اللي هو صدر من ده أول حكم كان سنة 71 تمام. سيدنا قال لنا الصبح تمام. 71 ولم يتم احترام الحكم تماما، لا نهائي، وصدر الحكم الشارك فيه كان الأستاذ موريس صادق من أمريكا وأستاذ نبيل عزمي وأستاذ ممدوح رمزي، اللي هو صدر فيه كمان حكم آخر للمحكمة الإسرائيلية العليا في التسعينات، وهذا الحكم لم يتم الأخذ به من جانب الحكومة الإسرائيلية. والحقيقة احنا مش قادرين نفسر العناد الرهيب من جانب إسرائيل كعقاب للكنيسة المصرية لمواقفها الوطنية اللي خدتها من بعد نكسة 1967 حتى الآن، لكن بيتكلموا على العدل ومحكمة العدل في إسرائيل، لكن هي في نفس الوقت هي أكتر واحدة بتخل بهذه الأحكام إنها بتنفذ الأحكام الإسرائيلية. فالجانب هنا محتاج موقف وطني قوي، يعني محتاج يكون في وقفة، لأنه الأمر ده بالتحديد لو ما تعالجش أو الأزمة دي لو ما اتخدش فيها موقف
هيكون في تداعيات اكتر من كده بعد كده، خاصه ان اسرائيل يعني عندها مصر على انها تنفذ اجراءاتها في عمليه الترميم، وبالتالي ممكن نشوف تطوير اكتر في اخضاعها للاحباش في هذه المنطقه. طب يعني وجودها يعني برضه عشان ناكد للمشاهدين، لان انا قلت روايه ربما تطلع في الاخر غلط، ان اسرائيل يعني بتبالغ جدا في مساله ان هي لازم هي اللي ترمم من اجل ان هي تدخل، مش عايز تطلع. طبعا 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 انا بتفق معك في هذا الامر. اسرائيل عندها رؤيه في هذا الامر انها عايزه هي تحط ايدها على دير السلطان، وبالتالي تكون هي المنظمة وهي المديرة لهذا الأمر، ومن خلال الصورة اللي موجودة هي صورة الأحباش. فأعتقد إسرائيل لو حاطت إيدها على الدير هيكون الأمر صعب جدا، وده أنا شايفه أنه ناتج عن حالة الصمت اللي احنا خدناها طول السنين اللي فاتت، ما خدناش أي موقف. يعني احنا أنا شايف أن احنا عندنا قصور، احنا كان محتاجين يكون في ضغوط واستمرار. ليه احنا نستنى رد الفعل؟ يعني يكون في رد فعل لحد ما اسرائيل تاخد موقف عشان نبدا نتحرك ونبدا ندافع عن الدير. فشايف ان احنا عندنا قصور قانوني، ولازم يكون عندنا مجموعه قانونيه ومجموعه كمان من المحامين الدوليين اللي يبداوا يشتغلوا على هذا الامر. لازم يكون في تحرك دبلوماسي من جانب الخارجيه المصريه، الحكومه المصريه، اتجاه ازمه الدير. وعلى المستوى الكنسي ان احنا نفتح علاقاتنا مع الكنيسة الاثيوبية في محاولة لإيجاد حل للأزمة. واعتقد انه بعلاقات اللي قام بيها قداسة البابا مع الكنيسة الاثيوبية والزيارات المتبادلة، ممكن نحن نوصل لحل في هذا الامر من غير ما يتم اخضاع الدير للحكومة الإسرائيلية. بنتمنى يبقى في محادثات ما بين الكنيستين الأبطال الارثوذكسية والكنيسة الاثيوبية، واعتقد كمان انبا بيمن يكون لي دور في هذا الأمر، أسقف نقاد وقوس، لأن أنبا بيمن كمان هو مختص بالعلاقة المصرية الأثيوبية. يعني بس أنا برضو حابب أسأل، يعني حابب أسأل حضرتك، يعني بتشوف إزاي تطور الأمور في الساعات القادمة؟ هل الهوجة هتفضل إحنا النهاردة نتكلم، وأعتقد التوك شو كله النهاردة هتكلم في هذا الأمر، وبكرة وبعد ويجي جمعة وسبت أجازة والموضوع خلص، ولا شايف إزاي كيف تدار هذه الأزمة؟ الحقيقة الأزمة زي ما أنت قلت دايما في أي حدث إحنا بنتكلم عليه بناخد هوجة كده نتكلم على موقع التواصل، وبعد يومين ثلاثة الموضوع بيتنسي. هو الموقف هنا بيعتمد على أولا موقف الكنيسة عندنا هتتعامل إزاي رسميا مع الأمر، ثانيا موقف الخارجية المصرية هو اللي بدورها إنها تخلي الموضوع مستمر، وانها طالب في التحقيق بالتحقيق في اللي حصل. وطبعا يعني ما اعتقدش انه هيكون في تحقيق او هيكون في معاقبه لاي من اللي ارتكبوا الجريمه اللي حصلت النهارده، لكن احنا كمصر في مصر هنا احنا دورنا ما عندناش اي حاجه يعني نعملها غير ان احنا نضغط اعلاميا من خلال الراي العام. لكن المشكله ان احنا بنتكلم على الامر ما بين حكومتين، فبالتالي الامر متوقف على الخارجيه المصريه أو الحكومة المصرية بشكل عام هتتعامل إزاي مع الأمر. هل هيكون في موقف؟ احنا منتظرين بجد أن يكون في بيان رسمي من الخارجية المصرية لإدانة هذا الأمر واتخاذ إجراءات واضحة. النقطة الثانية، احنا محتاجين أن يكون في مجموعة قانونية دولية، محتاجين كمان المنظمات الحقوقية اللي موجودة في فلسطين أو المنظمات الرسمية اللي موجودة في فلسطين، اللي احنا يعني ياما الكنيسة المصرية تضامنت معهم في أحداث كثيرة، وقفت معهم في مواقف حصل انتهاكات فيها، إن يكون موقف يعني إجماعي من جانب الكنائس، وده اللي قال عليه نيافة الأنبا مرقص، إنه يكون موقف موحد، لأنه اللي حصل ممكن يتكرر مع أي كنيسة أخرى. صحيح. واللي حصل هو انتهاك للكنيسة بشكل عام. صحيح، يعني لابد ان يبقى في موقف واحد، وده طبعًا. كان اقتراح الانبا نيافه الانبا مرقص. نعم. موقف واحد من الكنائس كلها، الكنيسه الارمنيه، بنتمنى الكنيسه الشرق الاوسط والمجلس الكنائس العالمي ان يكون كمان يعني ليه موقف. احنا دايما بيحصل اجتماعات سنويه لمجلس الكنائس الشرق الاوسط لمناقشه وحده الكنائس ومناقشه القضايا المختلفه الخاصه بالكنائس الشرق الاوسط، وده امر يهم كل الكنائس. فاتمنى ان نشوف موقف واضح، يعني موقف سريع ليهم في هذا الامر، لان دي من اهم القضايا الاساسيه لينا لانها بتمس الكل. هنتكلم على مزار عالمي، بنتكلم على دير تاريخي يرتبط ارتباط وثيق بكنيسه القيامه، فبالتالي هو انتهاك لكل المسيحيين.
فأنا بتمنى أن الأمر ما يكونش مجرد إدانات ونشر صور على موقع التواصل الاجتماعي ومجرد كلمتين. إسرائيل ما بتشوفش الكلام ده ولا هيهمها الكلام اللي احنا بنكتبه على موقع التواصل الاجتماعي، لكن المهم أن يكون في ضغوط. وطبعا احنا كمان محتاجين نشوف الموقف الدولي إيه من الموضوع. يعني هل انا ما شفتش يعني لغايه قبل الحلقه ما شفتش بيانات رسميه من دول العالم اللي يفترض ان هو بيدعم الانسانيه وبيدعم حقوق الانسان، ما شفتش بيانات من هذا في هذا القبيل. وده الشيء المحزن. يعني نحن لما اوقات لما بيحصل حاجه في مصر او يطلع حكم قضائي في مصر على جماعات ارهابيه بنلاقي المنظمات بتسرع بتدين هذه الاحكام او اي شيء، لكن للاسف شديد زي ما انت قلت انا متابع من الصبح ما فيش أي موقف لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا أي منظمات صدر فيها أي إدانة للي حصل النهاردة في القدس. تمام. يعني الخارجية المصرية تحركت من خلال السفارة المصرية، لكن برضو بس ده دورها يا أستاذ إسحاق. ما هو السفارة المصرية ما هو ده دور السفارة لازم إنها تقوم بهذا الإجراء، لأن أصلا نيافة الأمن تونس هو يعتبر رجل دبلوماسي طبعًا. في ما أنا كنت عايز أكمل حضرتك وأقول لك يعني منتظر إيه من الخارجية المصرية أيضا في الساعات القادمة. أنا مش عايز أقول في الأيام القادمة، أنا عايز أقول في الساعات القادمة. يعني ربما وإحنا في الحلقة دلوقتي يطلع أمر جديد أو بيان نقوله يعني، فمنتظر إيه من الخارجية المصرية في هذه الساعات القادمة؟ اولا بننتظر وزير الخارجيه انه اول شيء بيعمله انه بيحصل اتصال ما بينه وبين وزير الخارجيه الاسرائيلي لبيان الموقف واللي حصل، وطبعا بيعرب عن استياء الحكومه المصريه من هذا الامر. ثانيا انه لازم يكون في اجراء من جانب الخارجيه المصريه انها بتقدم هي بنفسها بيان رسمي حول احقيه هذا الدير للكنيسه المصريه. ده اللي احنا محتاجينه، يعني في جد احنا محتاجين خطوه ايجابيه انه الحكومه هي اللي تتحرك بالوثائق وبتطالب الحكومه الاسرائيليه بتنفيذ هذا الحكم. يعني احنا نتكلم على ارض مصريه، يعني الكنيسه دير السلطان يعتبر ارض مصريه، فبالتالي مش المفروض بس الكنيسه هي اللي بتحرك الجانب القانوني او المستشارين القانونيين علشان يطالبوا، لا لازم يكون الدوله طرف في هذا الامر عشان يكون في تحرك واضح في الموضوع. غير كده مش هيكون في اي اجراء غير انه الامر هيكون مجرد شكب وادانات، وفي الاخر هيرجع الموضوع كما هو خاضع لسيطره قوات الاحتلال. تمام. أم بنطونيوس معانا في مداخلة صباح اليوم كان بيتكلم عن فكرة تدويل القضية، يعني ما يبقاش بس في نطاق المحل ان احنا يعني في الإعلامنا أو بنكلم بعضنا كمصريين وبنوعي بعضنا وده مطلوب، لكن على النطاق العالمي كان بيطلب ان يبقى فيه يعني في تأثير على المستوى العالمي. تشوف ده ممكن يحصل ازاي؟ مهم جدا. لسه كان النهاردة يعني قبل البرنامج حالا كان في اتصالات ببعض الأشخاص في كندا وطلبوا ان احنا نساعدهم في الاوراق الرسميه الخاصه بقضيه الدير، وقال ان احنا عندنا لانهم دلوقتي عندهم انتخابات في كندا وعندهم يعني لوبي يهودي قوي، وقالوا ان احنا محتاجين نضغط بهذه الاوراق على في اثناء الانتخابات علشان نقدر نحرك الامر. يعني هم نفسهم بداوا ياخدوا اجراءات. ده دور بقى نتكلم عنه المصريين في الخارج، ده دور ازاي ان هم يستغلوا هذا الامر في الضغط. مثلا بنشوف المنظمات القبطيه في اوروبا ليها علاقات بالبرلمان الاوروبي، وشفناهم في اكثر من موقف، يعني في اكثر من قضيه زي احداث صد رابعه وغيره، نجحوا في ان هم يعملوا ضغط ويقدموا هذه الملفات. فدورهم ان ازاي ان هم يستغلوا هذا الامر ويدولوا القضيه ويحركوا هذا الامر من خلال ازاي ان انا اعمل عملية نشر ومن خلال علاقات مع البرلمان الاوروبي او الحكومة الاوروبية او الكونجرس الامريكي، ازاي ان انا اعلي القضية دي. فعشان كده بقولك ده مش هيتم غير من خلال الحكومة المصرية ومن خلال المنظمات الخارجية ومن خلال المصريين في الخارج وعلاقاتهم بالحكومات والبرلمان الأوروبي، لأنه دي أزمة أنا بسميها أزمة دولية ما ينفعش تدار من خلال الكنيسة فقط. صحيح، يعني أزمة دولية تدار من خلال الدولة، وحتى المحكمة الدولية تستلزم أن الدولة المصرية هي اللي تقدم الأوراق وهي اللي تكلم وتفوض محامين، مش الكنيسة المصرية كأحدى مؤسسات الدولة. وده حقيقة لحد دلوقتي برضو أنا نفسنا نشوف الموقف الرسمي ليه الحكومة المصرية إيه؟ يعني إحنا دايماً بنتكلم عن أزمة الدير وبنتكلم عن تاريخها وبنتكلم عن القضايا، لكن إحنا ما شفناش، يعني أنا ما قريتش موقف رسمي واضح من الحكومة المصرية. طبعاً. إيه موقفها
رسميا. الحقيقة ننتظر موقف الدولة، وأنتظر كمان رأي قداسة البابا في هذا الأمر. وأعتقد أن قداسة البابا في اجتماعه النهاردة ربما يكون بعد ساعة وإحنا قاعدين معاكم، لغاية ما قداسة البابا يبقى على الهواء مباشرة. أعتقد قداسة البابا يعني ملم بالموضوع أكتر مننا، وربما يعلن عن أمر جديد كمان النهاردة. تمام. وكمان نتمنى كمان أيضا الحكومة الأردنية، يعني لأنها هي جزء أساسي في الموضوع، بما أنها بتشرف على الدير وبتشرف على كنيسة القيامة. أيضا برضو محتاجين يكون في علاقات وتواصل مع الجانب الأردني في هذا الأمر عشان نشوف إيه موقفها. هل كان في يعني موافقة من جانبها على فكرة الترميم ولا لأ؟ هل يعني برضو لحد دلوقتي ما شفناش موقف من جانب الحكومة الأردنية. فهي مجموعة متكاملة، الحكومة المصرية، الحكومة الأردنية، الكنائس المسيحية في فلسطين والمنظمات الحقوقية في فلسطين، العلاقات مع الكنيسة الأثيوبية، المنظمات الخارجية والدولية وموقفها من، وأيضا المصريين في الخارج وعلاقتهم مع الحكومات أو المنظمات الخارجية. كل دي مجموعة متشابكة، يعني أنا هي أزمة، فإزاي نحن ندير الأزمة؟ أعتقد دي شبكة محتاجة أن يكون فيها تواصل مختلف عشان نقدر نعمل تأثير على الحكومة الإسرائيلية. لكن ولازم كمان الحكومة الإسرائيلية تقدم اعتذار، يعني لازم تقدم اعتذار على اللي حصل النهاردة في انتهاك المكان المقدس وفي انتهاك أيضا الرهبان. أعتقد ده يعني أقل شيء ممكن يحصل إرضاء وردا لكرامة الرهبان والانتهاكات اللي حصلت في حقهم النهاردة. ولكن ده كله مش هيجي غير بتحرك واعي من الدولة المصرية، وأنا طبعا دايما بعول طبعا الأمر كله على الدولة المصرية، مش لأن على لأن دي أزمة المصرية. احنا دول مواطنين مصريين، ودي انا بعتبرها ارض مصريه، ارض مصريه طبعا ذات سياده مصريه. يعني انت وطبعا يعني ده لازم يكون في تحرك سواء من جانب وزير الخارجيه المصريه او حتى كمان ايضا برضو وزيره الهجره المصريه، محتاجين نشوف برضو تحرك ليها على هذا النطاق. يعني اذا بننتظر ردود فعل محليه، وننتظر طبعا رد فعل الكنيسه من خلال قداسه البابا. اعتقد خلال ساعه من دلوقتي بقى قداسة البابا موجود في العزة على الهواء مباشرة، واعتقد قداسة البابا اكيد يعني موصل لنا رسالة وهيقول لنا رسالته او رأيه في هذا الامر. وننتظر يعني، وانا يعني اقول ان انا عشمان مثلا في مؤسسة الرئاسة، واعتقد هيكون لها دور في هذا الامر. مهم كمان ندرس، يعني لازم يكون في تفكير في دراسة مستقبل الزيارات للقدس بعد الاحداث اللي بتحصل دي، ترى هيكون وضعها ايه. لازم يكون في رؤية واضحة للأمر بما يحفظ كرامة الأماكن المقدسة وبما يدعم نيافة الأنبا أنطونيوس في القدس، وإزاي نحن نكون داعمين ليه. طيب أنت شايف أن ما يدعمه أن الناس تزور ولا ما تزورش؟ أعتقد أنه إحنا المكان ده مكاننا، وأنا شايف أنه صح، مهم جدا أن إحنا نزوره، مهم جدا أن إحنا نفرض وجودنا فيه هناك ويكون في تواجد مستمر، لأنه ما ينفعش أن إحنا نتخلى عن أديرتنا ونتخلى عن أماكننا المقدسة مهما صحيح حصل. أعتقد صحيح الوقت اتغير، وده يمكن ده أعتقد أن الرئيس الفلسطيني قالها قبل كده في لقائه مع قدس البابا، وقال أنه زيارتكم بتدعمنا وبتدعم وجود الأماكن المقدسة اللي هناك، ما ينفعش أن احنا نسيب الأماكن للقوات الإسرائيلية. أنا شخصيا يعني أعتقد في مرة كنت شفت الرئيس الفلسطيني وعملت معاه لقاء صغير جدا ووضح هذا الأمر. لابد من زيارة المصريين بكثافة إلى الأراضي المقدسة، لأن ده بيدعم الوجود العربي هناك. النهاردة أنا لما يبقاش في وجود عربي، ويعني هم مش عايزين وجود عربي أصلا في منطقة القدس بشكل عام، يعني هو يدعم الكنيسة الحبشية ويدعم الكنيسة اليونانية ويدعم كنائس أخرى أيضا شقيقة، لكن لا يدعم أي وجود عربي لا مصري ولا غير مصري. ده حقيقي. أنا نقطة يهمني أن أنا أقولها دايما في الأحداث اللي بتحصل في فلسطين، سواء حصل انتهاكات للمسجد الأقصى أو لأي أماكن مقدسة، بنلاقي تحالف أو يعني تضامن من جانب الكنيسة المصرية والأقباط لهذا الأمر. الحقيقة برضو أنا يزعجني جدا أن الأمر مش موضوع قبطي ولا مسيحي ولا كنيسة مسيحية، ده دير مصري، وبالتالي احنا برضو ما شفناش موقف من جانب المؤسسات المصرية هنا أو المنظمات الحقوقية المصرية أو الكيانات المصرية موقفها اللي حصل النهاردة. وده بتمنى أن أشوف أنه إيد واحدة، أن ده مكان مصري
بيخص كل المصريين مش الكنيسة المصرية أو الكنيسة القبطية فقط. الحقيقة الموضوع كله منحصر على ردود فعل خاصة من الأقباط، وده شيء مؤسف. يعني لازم يكون في الأمر الناس تفهم إنه ده بيمسنا كلنا، بيمس الكيان المصري، بيمس السيادة المصرية. أنا لحد دلوقتي ما شفتش أي رد فعل. أنا بتكلم على المؤسسات المصرية اللي المفروض إنه دايما متضامنين مع بعض. أستاذ نادر، أنا دايما أحب إيه أبقى صريح كده ونتكل على الله، حضرتك بتنتظر رد فعل من الأزهر الشريف ومن شيخ الأزهر ومن مؤسسة الأوقاف المصرية اتجاه هذا الأمر، ويكون الأمر واضح وبيندد بما حدث للأقباط أو راهب مصري أو رجل دين بشكل طبعا عام. رجل دين طبعا. ده الحقيقة أن أنا كنت منتظره من الصبح، لأنه أنت في الهيئة ده انتهاك، بتتكلم على قوات احتلال بتنتهك حق رجل دين أيا كان، لكن ده كمان مصري وهي على أرض مصرية. ما شفناش أي رد فعل، رغم دايما يعني في أي حدث بسيط لما بيحصل، حتى قتل الطفل في فلسطين أو انتهاك أو أي أحداث بيقوم بيها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بيكون بسرعة بنلاقي الكنائس المصرية بتسارع بالإدانة والشجب وتضامن في هذا الأمر. احنا عندنا بيت العيلة، وعندنا يعني مفروض في علاقات قوية جدا، المفروض بنلاقي موقف، وده أنا مش شايفه لحد دلوقتي ومستغربه، لأنه الموضوع يا جماعة مش موضوع كنيسة في قرية. احنا بنتكلم على سيادة مصرية، بنتكلم على دير مصري، وبنتكلم على مؤسسات، وبنتكلم على إهانة رجل دين أيا كان إهانة رجل دين. ده بيمس كل المؤسسات الدينية سواء جوه مصر أو خارج مصر. أنا كنت بقول لو في جامع يخص يعني المصريين أو يخص أي دولة عربية وحصل فيها مثل هذا والاعتداء على شيخ الجامع ده، كنا هنعمل نفس الكلام وكنا هنقول نفس الكلام. يا أستاذ إسحاق، لما بيحصل انتهاك لمسجد في أوروبا، أيوة، بنلاقي بسرعة الأزهر والأوقاف بتطلع بيانات إدانة، رغم أنه يعني على أرضها وحاجة يعني بتخص الدولة أو حاجة بتخص المسلمين اللي موجودين في أوروبا، مش مصريين ولا حاجة. فهنا احنا بنتكلم على دير مصري، بنتكلم على رجل دين وعلاقات قوية جدا ما بين الأزهر وما بين الكنيسة المصرية، وهناك ترابط يعني مؤسسة بيت العيلة اللي هو بيناقش كافة الأمور والحوار ولجنة الحوار الأديان اللي بنتكلم عنها دايما بشكل مستمر. المفروض ان اخد موقف، يعني ده ابسط شيء، وده انا مش عايز الامر يتحول الى انه ده حاجه طائفيه وده حاجه قبطيه والباقي كله بيتفرج. ما ينفعش حتى صدقني على المستوى الشعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك. انا النهارده قعدت كده يعني اتمنى ان اشوف الكل المصريين، مش مسيحيين بس قاعدين بيصرخوا او زعلانين على راهب تم سحله، لا، يبقى كل المصريين ده مصري، يعني رجل دين مصري وتم المعامله معاه بهذا الشكل، مؤسسه مصريه او كيان مصري موجود في القدس تحت السياده المصريه وتم التعامل معاه بهذا الشكل، اعتداء على السياده وهو المصرية. مش فاهم ان اسرائيل لما هتسيطر على هذا الدين انها يبقى في طريقها انها تسيطر على باقي المؤسسات الدينيه، وبالتالي هو يعني خطر بيهدد القدس، بيهدد كافه الاماكن المقدسه في القدس. المشكله مش مجرد دير، يعني الازمه مش مجرد دير، الازمه اكبر من كده، الازمه سياسيه بشكل عام طبعا، ولازم الناس تفهم هذا الامر طبعا. وفي الرؤيه الاسرائيليه او ما يأملوه في الفتره اللي جايه، رؤيه 2020 و 2030، يعني هم يعتقدوا ان 2030 دي تبقى القدس خاليه من اي من اي مشاكل عربيه ومن اي مشاكل ممكن. هو ده المشروع الاكبر، هو ده المشروع الاكبر اللي لازم الناس تبقى مدركه ليه. لازم كل المصريين عارفين ان اسرائيل بتهدف الى اخلاء كافه المقدسات العربيه من القدس، ويكون ليها السيطره الكامله، وده مشروع سياسي. وبالتالي فكره الصمت او السكوت على هذا الامر اللي حصل النهارده هيجر لي ازمه اكبر، وهيسحبنا بعد كده للرؤيه المستقبليه، ان كنتوا اللي حصل النهارده هيتكرر في كافه الاماكن المقدسه لو ما خدناش اي موقف. يعني بتصور دايما لما بشوف لما بيحصل انه القوات الاسرائيليه بتقتحم المسجد الاقصى، شفنا كم المظاهرات وكم يعني كميه الغضب والادانات وغيره اللي بتحصل من كافه المصريين والمؤسسات وحتى الكنائس نفسها بالدين. طيب
النهاردة حصل عندنا في دير السلطان وهو أرض مصرية. ليه شايفين الموضوع أنه بسيط، كأنه مجرد كنيسة في قرية، مش مجرد أنه ده دير في أرض مصرية وفي القدس المحتلة واللي احنا بندافع عليها، وان احنا دفعنا عن دير السلطان، هو دفعنا عن القدس، هو دفعنا عن فلسطين نفسها. ليه مش مدركين هذا الامر؟ الناس مش مدركة ومش قادرة تستوعب الموضوع، وكأنه ده يعني حاجة بتخصنا احنا بس، يعني ده موضوع كنيسة، يعني هم اتعودوا ان الموضوع كأنه ككنيسة بتحصل مشكلة في مصر فخلاص يعني يتصرفوا مع اسرائيل او يتصرفوا مع الحكومة المصرية. للأسف انا شايف رد الفعل بطيء جدا، وردود الفعل دون المستوى ودون المستوى ومحبطة، ويأسفني انه احنا بنتكلم مع بعض بس، يعني ان احنا شايفين انه احنا بندافع على دير بيخص الكنيسة المصرية، ولكن الموضوع اكبر من كده بكتير. يعني صحيح يخص ليس فقط الكنيسة المصرية بل السيادة المصرية. احنا بندافع على الارض، بندافع على وضع. ايضا بيان يعني طبعا قداسة البابا كلنا مستنيين وكلنا متأكدين ان قداسة البابا هيتكلم في هذا الامر خلال ساعة من دلوقتي، لكن ننتظر ايضا بيان رسمي يوزع على كافة وكالات الانباء العالمية، ويعني تقرا كل الدول ويبقى مادة إعلامية النهاردة. صحيح. في كل البرامج سواء في مصر أو خارج مصر ننتظر بيان من الكنيسة. دايما يعني وسائل الإعلام اتعودت في أي أزمة خاصة بالكنيسة والأباط إنها بتنتظر البيان الرسمي من طبعاً الكنيسة كلنا، وبناء عليه بتتعامل بشكل أساسي في هذا الموقف، ونفس الوقت حتى المؤسسة الإعلامية الدولية بتتعامل مع البيان وبتتحرك بيه، وده نوع من الضغط. انا بنتظر فعلا ان يكون في بيان. استاذ نادر انا هستاذنك استقطع الكلام شويه، معانا على الهواء مباشره مشاهد حيه من القدس، مشاهد خاصه بقناه سي تي في من القدس في المكان اللي تم سحل فيه ابونا مكاريوس، وفي المكان اللي تم اعتداء فيه على الاباء رهبان دير السلطان، وشفنا اللي شفنا فيه كمان بالامس والنهارده ربما الفجر الوقفه الاحتجاجيه لنيافه الانبا انطونيوس مطران القدس. دي مشاهد حيه وحصرية لقناة سي تي في بكاميرات خاصة لينا تنقل لينا من هناك من القدس ومن المكان الذي به دير السلطان، الدير التابع للسيادة المصرية وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وربما خلال دقائق يكون معنا بعض اللقاءات على الهواء مباشرة من هناك من القدس نتابعها معاكم. و يعني مش عارف اقول يا استاذ نادر، بس الامر محزن جدا، يعني خاصه ان احنا خلال سنتين ثلاثه اللي فاتوا في رحلات كتير كمان مصريه والكل متشوق لزياره الاماكن المقدسه، واحنا الحقيقه اللي منا بيروح هناك بيبقى متلهف كمان ان هو يشوف دير السلطان كقطعه مصريه تابعه للكنيسه. لا، وكمان هو دير السلطان استاذ حالي اهميه كبيره، ان هو المدخل الاساسي لكنيسه القيامه، من لان احنا عندنا كنيستين هناك، كنيسه اللي هو الاربع حيوانات الغير متجسده، وعندنا كنيسه الملاك، وبالتالي انه لازم عشان اخش من الكنيسه القيامه لازم ادخل الكنيستين عشان اقدر اوصل للكنيسه، وبالتالي هو لها اهميه كبيره طبعا مرتبطه بكنيسه القيامه. انا بتمنى من نيافه الانبا انطونيوس ان يكون في محامين موجودين هناك يبدا ياخد اجراءات في الجانب القانوني في المحكمه الاسرائيليه بوقف الترميم، يعني ده اجراء قانوني لازم مبدئيا وقف الترميم، ثانيا تطبيق قرار المحكمه الاسرائيليه التي عقدت في سنه 71 بخمسه قضاء وقضت بان هذه الاملاك، رغم ان وقتها ايه كان في حرب استنزاف ما بيننا وما بين اسرائيل ويعني الدنيا كانت صعبه جدا، ورغم ذلك حكمت المحكمه الاسرائيليه انه حكم عدل، لان هي كل الوثائق تؤكد ان هذه الارض اللي عليها الدير هي ملك للسياده المصريه ولا يوجد
ورقة واحدة ملك الأحباش تؤكد ملكيته. ده حقيقة، وكان صادر كمان ده في مجلة الكرازة سنة 1981، وان قداسه البابا شنوده قال انه يعني مش هيكون في اي زياره غير لما يتم اعاده دير السلطان للكنيسه القبطيه المصريه، وتكلم وقتها على ازاي اسرائيل بتطالب بالسلام والتطبيع، وفي نفس الوقت هي لا ترد الحق الخاص بدير السلطان واحقيته للكنيسه القبطيه. فزي بقول لك انه هي العمليه محتاجه ان احنا ناخد سيناريو مستمر في الدفاع عن الدير، مش مجرد عملية وقتية، لأنه دي مش أول مرة يحصل في دير السلطان، يعني حصل قبل كده وقفات كثيرة للكنيسة القبطية وإحنا يعني غطيناها، لكن المهم إزاي أن أنا أستمر. يبقى لازم يكون عندي رؤية واضحة على المستوى الإعلامي، أن أنا إزاي أن أنا أعلي الموضوع من خلال الضغط من خلال الرأي العام. ثانية، على مستوى العلاقات المختلفة سواء مع المنظمات أو الحكومات. ثالثا، من خلال الجانب القانوني، أشوف الجانب القانوني من خلال الحكومة المصرية أنها تبدأ تاخد إجراءات في المحكمة الدولية، ونلجأ للتحكيم للفصل في هذا الأمر بخصوص الدير. وده أمر متوقف على الحكومة المصرية، اللي احنا بجد منتظرين نشوف إيه، نشوف موقفها. أنا عايز أقول لحضرتك من جهة الإعلام، يعني هو الإعلام دايما ياخد الهوجة، يعني أو ياخد الحدث وهو سخن كده وخلاص يتباطأ وثم يسكت يعني. لكن على المستوى السياسي أو على المستوى الكنسي أو على مستوى القضاء، لازم الموضوع ياخد مجراه ولازم ياخد وقته، ولا يتم طبعاً التنازل عنه، ولا الموضوع يعني يهدأ أبدا يعني. طبعا بكل تأكيد، يعني احنا بنرجع ونتكلم ونقول احنا بنتكلم على أرض مصرية، يعني ما ينفعش إن احنا نتنازل عنها، وما ينفعش إن احنا نسيبها. صحيح. ودي بتمس كل مصري، يعني أي واحد هيروح دير السلطان، لأنه ده كان يعني من خلال صلاح الدين الأيوبي للكنيسة المصرية، وبالتالي هو بكل الوثائق هو أرض مصرية. فأنا مش شايف، يعني بصراحة أنا مش قادر أتصور احنا ليه وصلنا لحد النهاردة ولسه الأزمة دي ما اتحلتش. يعني كل السنين الطويلة دي كلها وما زال الموقف متجمد، مش قادر أفهم يعني ليه حالة الصمت، وليه ما فيش تحرك من جانب الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات قانونية مع الجانب الإسرائيلي. حقيقة أنا بجد وأنا مش قادر ألاقي تفسير، يعني وحتى وإحنا بنعمل عملية بحث مستمر ما لقيناش تفسير وضح لنا ليه حالة الصمت لحد دلوقتي. لكن احنا نثق في كمان الكنيسة القبطية وقداسة البابا ان اكيد كان في الاتصالات، وان في امور تجري ربما ما نعرفهاش على المستوى الاعلامي، ما فيش بيانات خرجت بتقول لنا الكلام ده، لكن انا اثق ان ده حصل في الكواليس. واعتقد ان قداسة البابا انا بنتظره، واعتقد الملايين بينتظروه النهاردة، ان يقول لنا ماذا يحدث وماذا سيحدث ايضا في الفترة القادمة فيما يخص دير السلطان. طبعا الكنيسة دايما في كل عهود دايما بيكون فيها اتصالات مستمرة وبتتكلم في هذا الأمر سواء مع الحكومة المصرية، وأنا عارف أنه هما كمان اتكلموا مع الجانب الأثيوبي يعني أكتر من مرة في هذا الأمر، لكن ما نعرفش طبيعة المفاوضات وصلت لإيه. لكن كل بتمناه أنه يكون في حلقة تحرك وسيناريو يتم وضعه ويتم الكشف عنه، ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، علشان الامر ما يكونش مجرد زي ما انت قلت فتره وقتيه كرد فعل احنا بنقوم بيه. لكن دلوقتي الوضع بيأخطر، انت بتتكلم على الجانب الاسرائيلي اصبح داخل دير السلطان، المفروض ان هو هيبدا عمليه الترميم رغم عن الكنيسه القبطيه، وبالتالي هو اصبح ان هو حط ايده بالفعل على دير السلطان. فإحنا أمام احتلال لدير السلطان، فما كانش يكون في موقف بطرد الجانب الإسرائيلي من الدير ووقف عملية الترميم، وأن يكون الترميم تحت إشراف الكنيسة القبطية، لأنه بالفعل الأنبا أنطونيوس جهز مجموعة قبل كده من المستشارين وشركة لإعادة الترميم. نيافة الأنبا أنطونيوس قال لنا الصبح النهاردة أنه هو يعني كلم شركة نعم واتفاهم معاها وخلاص، يعني وإحنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية نحن نتحمل كافة التكاليف. مزبوط. وإن كانت تكاليف الترميم دي بتبقى بمبالغ بالدولارات وطائلة يعني طبعا، لكن الكنيسة تتحملها في سبيل أن ما فيش حد غريب يدخل الدير، لكن بشكل متعاند جدا رفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.
وتأكيده ده يوضح النية مبيتة، النية مبيتة ان هم عندهم فكر وعندهم رؤية وعندهم مشروع لدير السلطان ان هو يكون في سيطرة، يخضع تحت السيطرة الإسرائيلية. وعشان كده ده اللي احنا فعلا بص احنا عندنا زي ما انت بتقول الصبح احنا كلنا في صدمة وكلنا في بحر مليان مش قادرين نفهم، وتساؤلات تساؤلات صحيح. هي الأزمة كلها في التساؤلات. يعني فكرة ان اسرائيل تخش انها تخش وتقتحم الدير ده حاجة مش يعني مش غريب مش جديدة مش مشكلة يعني ده عادي متوقع جدا انه يحصل، لكن هو الفكرة التساؤلات حوالين الموقف الرسمي والموقف الفلسطيني وموقف الكنائس والموقف الدولي والموقف الأردني. لحد الوقت احنا كله ده بنتكلم ما فيش عندنا اي موقف رسمي صدر صحيح، يعني ما عندناش غير تصريحات نيافة الأنبا أنطونيوس فقط هي اللي خرجت ورد، ده رد الفعل الوحيد، لكن غير كده ما عندناش اي موقف تانية نتكلم عنها اللي احنا محتاجين نشوفها، وبناء عليها هنبدأ نشوف الرؤية ممكن تكون ازاي. صحيح، ده اللي هنبدأ عليه، وبناء عليها هنبدأ نتحرك هيكون الوضع شكله ايه. لكن انا بتكلم انه لازم ان احنا نتحرك قانونيا، ده اول شيء عشان نضمن حقنا، لانه اسرائيل اصبحت في طريقها انها تسيطر على دير السلطان. ما احنا قلنا التحرك القانوني لما كان من جهه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، احنا اوريدي معانا احكام خلاص الكنيسه كده خلاص من اسرائيل نفسها. تمام، اذا الامر يتعلق بالدوله المصريه واللجوء الى المحكمه الدوليه من قبل الحكومه المصريه. ف هل ترى ان ده هيحصل في الفتره اللي جايه ولا لا؟ برضو علامه استفهام. هو علامه استفهام كبيره لانه هو موجود من فتره طويله. صحيح، لكن كل بتمناه انه المنظمات الدوليه يكون لها موقف. صحيح، يعني دايما كمان الخاصه بالاديان والخاصه بحقوق الانسان ان هي كمان تتحرك، اعتقد دي بتكون مؤثره جدا على الجانب الاسرائيلي. وعلاقتنا كمان في الخارج بالمنظمات الخارجية مهمة جدا نشوف موقف. بصراحة احنا كلنا في حالة توهان، مش قادرين نتكلم لان الموضوع خارج عن ارادتنا. احنا بنتكلم على لكن احنا خارج الدولة، لكن احنا كمان بنطرح بعض التساؤلات. يعني هل اسرائيل بتعمل كده عنوة في مصر ولا يعني اصل هي يعني ايه يعني ان هي تتسيطر على، هي مش في الاخر هي مش هتسيطر على الدير. يعني في الاخر هو الدير اما هيبقى تحت اداره مصر اما تحت اداره اثيوبيا. نعم. فهل ده تعنت ضد مصر ولا تحالف شديد مع اثيوبيا ولا هي قصه ايه؟ انا اتصور انه الموقف سياسي بحت، وانه اسرائيل تنظر الى المستقبل في وضع القدس، وانه شايفه سيطرتها على الدير حتى لو من خلال الاحباش هيكون ليها الحريه في اتخاذ اي اجراء في المستقبل. فاعتقد انه الامر بيمس الجانب المصري مش بيمس الكنيسه المصريه شكلها او وضعها. كان طبعا لما حصل الدير ده كان في وقت سياسي، وكان الكنيسه المصريه كان ليها موقف سياسي ضد اسرائيل، واعتقد اسرائيل خدت هذا الموقف بمسانده الاحباش نتيجة الموقف الوطني اللي خدته الكنيسة المصرية. لكن الوضع دلوقتي بتتكلم عن المستقبل، بتتكلم عن مستقبل القدس، بتتكلم عن المشروع المستقبلي، فهو بيمس علاقة الدول وبيمس الجانب السياسي بشكل بحت. يعني مش عارف اقول لك ازاي، بس كيف نستفيد احنا من هذا الامر واداره هذه الازمه؟ يعني بالتاكيد دي ازمه كبيره، ودي اعتقد يعني امتحان للدبلوماسيه المصريه انجاز التعبير في يعني هي كمان الرساله قوية. كيف نتخطى هذه الازمه؟ يعني انك انت النهارده بتسحل رجل دين داخل الدير وداخل الكنيسه وبتتحدى كل شيء، دي رسالة قوية جدا من الجانب الإسرائيلي. يعني لازم نقرأ المشهد كويس قوي. هي إهانة لرجال الدين مش في مصر، إهانة لرجال الدين في العالم، سواء طبعا كان الدين المسيحي أو الإسلامي أو اليهودي، هي إهانة في الآخر لرجل دين. ما ده برضو اللي خليني أسألك وده كنت برضو يعني بطرح كده علامة استفهام في المقدمة، إن يعني النهاردة منظمات الدولية لحقوق الإنسان بتقوم وما بتقعدش يقول لك أصل أنت عملت الإخوان وأصل أنت في السجن ما جبت لهمش مية معدنية
الفلانيه وجبت لهم ميه من الحنفيه وكلام كده غريب بنسمعه. والنهارده اهانه وسحل رجل دين امام كاميرات العالم وما نسمعش منظمه من منظمات حقوق الانسان اللي بتتغنى بالانسانيه بتدين او بتشجب او في بيان رسمي حتى. هو ده اللي ياكد لك اكتر ان ازاي اللوبي اليهودي لديه سيطره قويه على معظم المنظمات الدوليه. طبعا. وليه قوه ضغط بشكل كبير جدا في كافه الدول. وده بنشوفه يعني في معظم الاحداث ازاي بينجح اللوبي اليهودي في انه يمثل حلقه ضغط على كافه الدول او كافه المنظمات وعدم صدور اي بيانات في هذا الشان. وده بقى مهم قوي انه يخلينا احنا في المنطقه انه ازاي نتوحد، يعني ازاي يكون في موقف قوي. لو حصل موقف قوي من جانب الحكومات العربيه، من جانب الكنائس المسيحيه او الطوائف المسيحيه بكافتها، ده هيمثل ضغط من خلال على الراي العام، من خلال وسائل الاعلام المختلفه، وبالتالي هيمثل ضغط على المنظمات. لكن ده متوقع يا استاذ حال، لانه اسرائيل خلينا نعترف انها قويه، ونعترف انها بتسيطر على اقتصاد معظم اقتصاد العالم. صحيح. بتسيطر على معظم وسائل الاعلام في العالم. صحيح. بالذات الامريكيه والاوروبيه. صحيح. فاحنا هنلاقي ايدينا من مين؟ يعني هل من منظمه اسرائيل يعني بتدعمها اسرائيل؟ لا. او اعلام بيدعموا اسرائيل؟ اكل عيش. ما اعتقدش. وفي نفس الوقت المنظمات بتاعتنا او الاعلام بتاعنا هو مش قادر يدرك ان الموضوع مش بيمس كنيسه قبطيه. ما هي ده يا استاذ نادر، ده اللي احنا بنحاول نوصله. الموضوع ليس له علاقه بالكنيسه بمقدار ان هو ليه علاقه بدوله بحجم مصر، وان السياده على هذا الدير ليست سياده من قبل ابونا فلان او الانبا فلان، ولكن هي سياده مصريه خالصه، اراضي مصريه، زي السفاره الامريكيه في امريكا هي مش ملك للولايات المتحده الامريكيه، هي أرض ذات سيادة مصرية، والسفارة الأمريكية في مصر هي سيادة كاملة للأمريكان. الإعلام للأسف بيصدر الصورة بشكل غلط حتى عندنا، إنه بيصدر الصورة إنه هو صراع ما بين كنيستين، ما بين الكنيسة القبطية المصرية وما بين الكنيسة الأثيوبية. أي. يعني وده وجهة نظر غلط. ما إذا كان صراع ما بين كنيستين، إيه علاقة إسرائيل بالموضوع؟ هو ده. بص يعني حتى لما قريت بعض زمايلنا وهم بيغطوا الموضوع، فهو بيبرز الجانب الصراع الكنسي ما بين الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية، ويبدأ يتكلم على الخلفية ما بين الكنيسة الأثيوبية والكنيسة المصرية، ونسي خالص إنه في انتهاك وإنه في إسرائيل. صحيح. يعني اسرائيل اللي احنا بنتكلم عنها لما بيحصل اي انتهاك لاي شيء، بنتكلم بقى على الجانب الصهيوني والجانب الانتهاك والمقدسات، وفين الدول العربيه وفين الموقف العربي وغيره. النهارده اعلامنا نسي انه في ان ده محتل وان انتهك مكان مقدس، وبدا يبرز الصراع ما بين الكنيسه المصريه والكنيسه الاثيوبيه. وده شيء مؤسف. صحيح. يعني انت فجاه نسيت الصهاينة اللي انت بتتكلم عنهم طول الوقت، وبتتكلم عنهم لما يخشوا حتى يهدموا بقى كم منزل من الفلسطينيين او قطاع غزة او غيره، والنهارده شاف ان اسرائيل واخده موقف محايد، وان داخله ترمم، وان الصراع ما بين الكنيسة الأثيوبية وبين الكنيسة المصرية. ده لازم توعية. دي حاجة محبطة. طبعا. انا بالنسبة لي كان حاجة محبطة جدا. صحيح. يعني انا كنت اتمنى من زمايلنا، يعني المصطلحات الرنانة اللي بنسمعها، المحتل الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي، الانتهاك للمقدسات، المصطلحات دي اختفت وبقيت الصراع أن إسرائيل تهدف إلى ترميم الكنيسة، وتحول الصراع العناوين إلى الصراع الكنسي ما بين الكنيسة الأثيوبية وما بين الكنيسة المصرية. وهي القصه مش قصه ترميم. لو قصه ترميم كان اهلا وسهلا، وتدفع انت وما ادفعش انا. طبعا. لكن هي طبعا. القصه هي قصه اتعودنا من المراوغه من الجانب. أيوة. الاسرائيلي. طبعا. هل تعتقد معايا ان اسرائيل ما بتعملش كده لله في الله، ولا بتعمل كده يعني حبها في الكنيسه؟ صحيح. ولا دخلت يعني عايزه تعمل كده حاجه لربنا فدخلت ترمم كنيسه؟ أيوة. يعني مش اسرائيل اللي بتعمل كده. اسرائيل لما بتعمل حاجه هي عارفه كويس جدا هي بتعمل ده ليه. هل تعتقد معايا ان الاحباش او اهل الحبشه او رهبان الحبشه الموجودين في الدير هم ما الا اداه
تستخدمها اسرائيل. هم ليس لهم يعني مش عايز اقول لهم ناقه ولا جمل، لكن هم في الاخر هم مستفيدين بشكل او الاخر، لكن هم في الاخر اداه. من ثلاث قرون تم طرد الاحباش من هذه الاماكن من جانب الحكومه الاسرائيليه لعدم دفعهم للضرائب. صحيح. والكنيسه القبطيه هي اللي استقبلتهم للأسف. وهي اللي وفرت ليهم الحمايه. اي اعتبار ان هم على ارتباط العلاقه ما بين الكنيسه المصريه والاثيوبيه، وان هي كنيسه واحده، وان دي ندول رجال دين لا يمكن طردهم بهذا الشكل. ويتحول الامر ان الاحباش يستغلوا هذا الامر ويحاولوا اكثر من مره يطردوا الكنيسه القبطيه المصريه من الدير، ويبدا هنا التضامن ما بين الاحباش وما بين الاسرائيليين عشان ابدا استغلها كقوه في طرد الكنيسه القبطيه. فده الازمه. بالتالي الاحباش في النهايه ما يهمهمش الامر، وان هم في الاخر هم اداه، هم اداه بيحتموا بالجانب الاسرائيلي، لان الجانب الاسرائيلي هي اللي بتستخدمهم كاداه، فالاثنين مصلحتهم واحده. لانه في النهايه انا ببص ككيان كنسي قبطي ان الموضوع ده هي ارض وسياده ومتعلق بمنظومه المقدسات في القدس. يعني انا ككنيسه بشوف الموضوع ده بشكل اكبر من الناس مش قادره تشوفه، وعشان كده ده مهم جدا ان احنا نوصل للناس المصريين بشكل عام، للناس اللي مش قادره تفهم ان ده مش صراع كنسي. وهي في الاخر هي اسرائيل تعاديك في كل مكان. انا عايز اقول لحضرتك من حوالي كان 7 سنين كنا موجودين في أثيوبيا، كان جنازة زناوي رئيس الوزراء والأنبا وابونا اللي اتنيح يعني البطريرك، وكان الشعب الأثيوبي وقتها بيتكلم في الشارع ان اسرائيل هتعمل لنا سد عشان احنا محتاجين كهرباء. فاذا الامر هي يعني تخيل العلاقه ما بين المواطن الاثيوبي ودوله اسرائيل هي علاقه محبه جداً. شديده جدا. طبعاً احنا تعودنا ان اسرائيل مش بتحب لله في الله، يعني هي تقدم هذا من اجل ان هي تعاديك في كل مكان، تعاديك في النيل بتاعك في في في, في اثيوبيا، وتعاديك في القدس، وتعاديك في كل مكان. لكن يعني كيف يفهم المواطن المصري يعني بعيدا عن الدبلوماسية المصرية، لأن أعتقد أن هم فاهمين ومتفاهمين هذا الأمر بشكل كبير جدا، لكن المواطن المصري كيف يستوعب هذا؟ لازم المواطن المصري يفهم أنه ده مرتبط بالمشروع الإسرائيلي والمشروع الكيان الصهيوني في السيطرة على القدس. وإحنا شفنا الفترة الأخيرة في محاولة نقل العاصمة أو السفارة الأمريكية للقدس، فأعتقد أن إسرائيل بتبدأ تاخد إجراءات في هذا الأمر، عملية ضغط على الكنيسة المصرية، عملية ضغط على الدولة المصرية، عملية رسالة بتوصل أن المقدسات هي بتخضع لإشراف الإشراف الإسرائيلي، وده الرسالة الواضحة ليهم. لازم المواطن المصري يبقى فاهم ده كويس جدا، أن إسرائيل بتاخد النقطة دي النهاردة علشان عايزاها بكرة. صحيح. في مشروع أكبر ليها. صحيح. إسرائيل لا تنظر غير لمصالحها طبعا، ولا تحمي او بتتدخل للاحباش عشان خاطر عيون الاحباش او غيره، ولكن لان لها رؤيه مستقبليه في النهارده من مصلحتها يكونوا موجودين، لو بكره من مصلحتهم يكونوا بره هتطلعهم بره. هي عارفه كويس جدا الكنيسه المصريه وموقفها مع القضيه الفلسطينيه، وعارفه الكنيسه المصريه وعلاقتها القويه بالحكومه المصريه، وعارفه الكنيسه المصريه هي كنيسة وطنية. صحيح. وبالتالي أي موقف هتاخده إسرائيل في هذا الأمر في المقدسات هتلاقي اعتراض قوي جدا من الكنيسة المصرية. صحيح. وبالتالي عشان كده هي عايزة تستبعد الكنيسة القبطية المصرية من كافة المقدسات، عشان هي عارفة كويس قوي الموقف هيكون قوي بالنسبة لها، وقدرت لو هي حابت تاخد أي موقف مستقبلي بعد كده سواء مع كنيسة القيامة أو سواء مع كافة المقدسات. الموضوع واضح، احنا مش بنتنازل عن حقنا بسهولة، ودايما ارتباطنا مع الدولة المصرية والحكومة المصرية هو ارتباط واحد وطريق واحد، وأيضا مع الجانب الحكومة الفلسطينية. يعني احنا الحكومة الفلسطينية بتربطنا علاقة قوية جدا بيها وبين قداسة البابا. صحيح. الدير المصري في القدس والكنيسة المصرية بأكملها هي جزء طبعا. لا يتجزأ من الشعب المصري ومن الكيان المصري. وشايفين موقف قداسة البابا شنودة من سنة 71 لحد النهاردة. صحيح. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ نادر، شكرا على كل هذا الوقت وكل هذا الكلام القيم، نورتنا وألف شكر ليك. شكرا ليك يا فندم. شكرا.
ولسه معاكم مشاهدينا، ولسه معانا تغطية حية ومباشرة من القدس، وكاميراتنا هناك بتنقل لحضراتكم يعني المكان اللي تم فيه هذا الحادث. واعتقد المكان اللي جايباه الكاميرا، او كما اعرف او كما قيل لي يعني، ان هذا المكان هو ملك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أماكننا لن نتخلى ولم نتخلى عنها أبدا، فنحن موجودين هناك قبل قيام إسرائيل بمئات السنين. هذا الدير مبني ومصري أصيل قبل قيام إسرائيل بمئات السنين، ولن نتنازل عن شبر واحد في الدير. وأثق أن هذه يعني هذا كل ما يحدث من ظلام، وكل ما يحدث من إجرام، وكل ما يحدث من مشاكل، كله سيؤول للخير. أعتقد هذا يعني. هنخرج لفاصل قصير وأسيبكم مع لقطات حية من القدس، لقطات خاصة بقناة سي تي في، وأرجع لكم تاني. You have a TV production? Yeah. From where? India. Ah, India. Okay, if you need, we can give you a service. Can I have your number? Yes, of course. I will give you my number and my email. Okay, it's 0570-4960. My name is Bishara, B-I-S-H-A-R-A. B-I-S-H-A-R-A. You are living in? I am here from living in Bethlehem. Yes, and we have a production company in Ramallah. And we have also service in Jerusalem, in Nazareth, everywhere. In the Middle East also, in Iran, Tehran, Tunis, Egypt. My email, my telephone number. You can call me anytime you need, and I can give you a service. We have also uplink, satellite. We are working with Intelsat, Can I have your photo with you? Can I have a picture with you? Yeah. ورجعنا لحضراتكم، ووصلنا حالا بيان للخارجية المصرية هقراه لحضراتكم. بيقول أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن استنكار الخارجية لتعرض الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء لعدد من أباء وشمامسة كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس واحتجاز إحداهم. وأكد المتحدث رفض مصر القاطع التعرض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية.
وأشار حافظ إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السلطان في هذا الشأن، كما تم التواصل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على ملابسات ودوافع ذلك الحادث. وأسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلي عن الراهب المعتقل، مضيفا أن الوزارة لا تزال مستمرة في متابعة الموقف. ده بيان وزارة الخارجية المصرية. ننتظر أيضا بيانات أخرى، ننتظر بيان من رئاسة الجمهورية، ننتظر بيان رسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وطبعا ننتظر كلمة قداسة البابا اللي هتكون خلال أعتقد ساعة أو أقل من دلوقتي وتكون معنا على الهواء مباشرة، وننتظر بيانات أخرى من المؤسسات المصرية ومن المؤسسات العالمية. هي كمان معايا بيان آخر من وزارة الخارجية الفلسطينية. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال وشرطته بالاعتداء على رهبان دير السلطان التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس الشرقية بمحاذاة كنيسة القيامة واعتقال إحدهم. كما أدانت بشدة التدخل السافر لسلطات الاحتلال في الكنيسة وبإجراءات تمييزية تتناقض تماما مع القانون الدولي وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت الخارجية في بيان وصل أنه ليس من اختصاص سلطات الاحتلال أو بلدياته التدخل في عمليات الترميم داخل الكنيسة. وتؤكد الوزارة أن هذا العدوان الغاشم يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال فرض سيطرتها بالكامل على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها المسيحية والإسلامية ومحاولتها تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالقوة. وطبعا الحقيقة بيان الخارجية الفلسطينية طويل، ويعني وكله كلام يعني بيتقال كده في الشارع، كلام في الجون يعني. فشكرا للخارجية المصرية وشكرا للخارجية الفلسطينية كمان اللي يعني أدانت بكافة العبارات ما يحدث في القدس ضد الدير المصري هناك، دير السلطان. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني الأستاذ محمد فرج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. أهلا بيك الزملاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورنا وأهلا بحضرتك. أهلا معنا بيك سي تي في. أستاذ محمد، أنا عايز أبتدي من الآخر ورأي حضرتك في البيان الخارجية المصرية وبيان الخارجية الفلسطينية، وماذا تنتظر في الساعات القادمة؟ يعني أنا أولا أرحب ببيان الخارجية المصرية، وإحنا كنا ننتظر هذا البيان وكنا متخوفين أنه يتأخر أكثر من ذلك. كنا ننتظر أيضا بيان من رئاسة الجمهورية بهذا الشأن. نرحب أيضا ببيان الخارجية الفلسطينية لأنه بيحدد المشكلة من الناحية السياسية. أيضا ننتظر بيانات إدانة واستنكار لهذا الحادث من الأحزاب المصرية. وأنا جاي في الطريق كان السيد رئيس الحزب ونائبه وعدد من القيادات موجودة في الحزب، يعني كان في بشأن صياغة بيان من حزب التجمع، وأعتقد أنه سوف تصدر عدة بيانات من الأحزاب الوطنية المصرية، لأن هذه الحادثة ليست حادثة دينية أو مجرد علاقة. هل تريد أن أستاذ محمد أستأذنك، معي اتصال تليفوني من كان معايا اتصال تليفوني من القدس، اعتقد يرجع لنا تاني، ويعني بنحب نسمع سواء المصريين او من القدس من ارض الواقع ما يحدث، عشان لما نكون رؤيه تبقى رؤيه صحيحه، وده ما نسعى اليه. لكن استاذ محمد، يعني هذه البيانات من العجيب ومن الغريب ان حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان العالميه لم تتحدث الا الان. هاخد راي حضرتك، لكن كان معي تليفون أيضا وقطع. من العجيب والغريب أن لجان حقوق الإنسان العالمية لم تتحدث الآن عن انتهاك حرمة مكان ديني والتعامل المؤسف مع رجل دين بهذا الأمر كما شاهدناه في الفيديو. هذا صمت مريب من منظمات حقوق الإنسان الدولية، صمت مخزي، وصمت مخزي من منظمات حقوق الإنسان المصرية.
هذه المنظمات يعلو صوتها في أشياء يعني غاية في الغرابة. لكن إذا كان هناك شأن يخص اعتداءات محتل إسرائيلي وأهداف واضحة لتهويد القدس تصمت هذه المنظمة للأسف. أنا هاخد برضو معي اتصال تليفون يرجع لنا الأستاذ جهاد الحرازين محلل سياسي فلسطيني من القدس. أهلا بك أستاذ جهاد. أستاذ جهاد معنا؟ أستاذ جهاد أهلا بيك. ألو أستاذ جهاد أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أشكرك على وجودك معنا على الهواء مباشرة، وحابب أسأل حضرتك عن ردود الفعل في القدس لما حدث من انتهاك للدير المصري دير السلطان في القدس، والتعامل الإجرامي والوحشي ويعني ومنتهى الدنيا مع راهب مصري كما شاهدناه في الفيديوهات اليوم. يعني لا يخفى على أحد بأن الجريمة التي تستهدف كافة أماكن العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية هي جريمة متواصلة من قبل دولة الاحتلال، التي فقط ترغب أو لا ترى بنفسها سوى بأنها الدولة الوحيدة، هذه الدولة التي أصدرت قانون القومية العنصري والتي حاولت من خلالها أن تواصل جرائمها. حالة الاعتداء اليوم على الرهب وسحيهم في الشوارع والاعتداء عليه، هذا الأمر الغير مفهوم والذي يدلل على أن هذا الاحتلال لا يقدر رجال الديانات أو الأشخاص القائمين على دور العبادة والقائمين بأداء شعائرهم الدينية غير راضيين بديانة هذا الشخص سواء كانت مسيحية أو إسلامية، وهذا يدلل على أن هناك حالة من العنصرية المتفشية لدى هذا الاحتلال الذي لا يفرق ما بين دور العبادة وما بين المواطنين العاديين ما بين الأشخاص. كل ذلك هو يشار على أن الاحتلال ماضي في جرائم التي ارتكبها بحق كل ما هو غير يهودي، وهذا يجسد فكرة القومية اليهودية أو قانون القومية اليهودية الذي أثره الكنيسة الإسرائيلية وتطبقه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدعو لأن يكون هناك وقفة حقيقية جادة وليس فقط أن تخرج عمليات الإدانة والشجب والانتصار، بل يجب محاسبة كل من قاموا بالاعتداء على رجال الدين وانتهكوا حرمات الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء بها على دير السلطانة وعلى مجموعة الراهبين. قبل فترة زمنية وليست بالبعيدة تم حرق أحد الكنائس بمدينة القدس، لذلك المخطط الإسرائيلي الذي يسير هو كيفية السيطرة على المسجد الأقصى ومن ثم على كنيسة القيامة وإنهاء كل ما يتعرض وجود غير الديانة اليهودية وغير ما يتعلق بعبادة اليهود في منطقة القدس، هذا الشيء الذي يدعو لأن يكون هناك وقفة جادة من كافة دول العالم الحر ومن خلال المجتمع الدولي تجاه تلك الممارسات بعيدا عن حالة الإدانة والجذب والاستنكار، لأن دولة الإسلام تعتبر الناس هذا الناس فوق القانون ولا حسيب ولا رقيب عليها، على كنائس العالم على البابا فرانسيس أن يخرج لإدانة مثل العمل ويطالب أن تحاسب كل الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على دير السلطان وعلى الراهب وعلى الإخوة المسيحيين الذين هم يشكلون حادثة مليء في مدينة القدس ضد إجراءات التهويد، وهم جنبا إلى جنب إخوتهم المسلمين والفلسطينيين، لأن يجب على العالم أن يتعلم من حالة الوحدة القائمة ما بين الإخوة المسيحيين والمسلمين في فلسطين وقصة في مدينة القدس للدفاع عن حالة وحدانية الأرض أو وحدانية الأوطان بعيدا عن اختلافات الديانات، لأن الدين لله والوطن للجميع، وحالة الاعتداء هذه يجب أن لا تمر مرور الكرام. أشكرك جدا أستاذ جهاد الحرازين محلل سياسي فلسطيني، بشكر حضرتك على وجودك معنا ومداخلتك معنا النهاردة. أستاذ محمد،
يعني الكل الكل مستاء. لكن معلش هرجع لحضرتك. معايا استاذ، معايا المستشار ايهاب مكرم. اهلا بيك استاذ ايهاب. مساء الخير يا استاذ اسحاق. مساء النور يا فندم. وكيف ترى الوضع الان والاعتداء الاجرامي من قبل السلطات الاسرائيليه على رهبان دير السلطان الدير المصري الموجود في القدس؟ خليني اقول ان انا فعلا اتصدمت اول ما شفت الفيديوهات اللي تم بثها دي. صحيح. بس هو بص يعني كان متوقع ان اسرائيل ما تحترمش اي دين خالص. فواضح جدا ان حتى اخواتنا المسلمين كانوا برضه بيتم التعدي عليهم في جوه الجوامع. فكان في يوم من الايام هيجي اليوم اللي يتم التعدي على الرهبان العزل برضه من غير اي حاجه. لان هي فكره عندهم مش فكره اديان خالص، زي ما احنا بنحترم كل الاحيان الاديان. وبرضه اخواتنا المسلمين بيحترموا كل الاديان، لكن الاسرائيليين ما بتفكرش كده خالص. هي الفكره انها دوله استعماريه بتفرض وتفسد سلطانها على الاراضي المحتله وخلاص على كده. اي صح. حد هيعمل حجر عثره في طريقها للتقدم لتحقيق اهدافها هتعمل فيه كده. الوضع ده مؤسف، والوضع ده ما ينفعش ابدا غير ان احنا نرد عليه بحاجه واحده بس. انتوا مش مرحب بيكم في اي دوله في العالم. اللي انتوا بتعملوه مع رهبان عزل كل اللي بيعملوه ان هم بيصلوا فقط لا غير، معهمش حتى الم يعملوا بيه حاجه، ده بيدل على مدى خسه ونجاله الشخص القائم بالاعتداء بهذه الحاله. عايز اعرف الراهب ده ايه خطورته على المجتمع الاسرائيلي عشان يتشال الشيل ده وعشان يتجر في الارض كده وعلشان يتواجه كانه واحد معاه سلاح وهجم عليهم مثلا في وحده عسكريه. مدى خطوره هذا الراهب الاعزل من اي سلاح حتى الالم اللي بيكتبه مش معاه عشان يتشال كده. لو حضرتك شايف في جنائي او سياسي بيتعرف كده مش هتلاقي الكلام ده موجود. لو دورت وبحثت مش هتلاقي هذا الامر. لمدى الدونيه في التعامل مع هذا المنظر شيء مؤسف وينبغي الا يمر مرور الكرام. ما ينفعش الكلام ده. اللي حصل النهارده شيء يسيء للديانه المسيحيه باكملها بكافه طوائفها، وينبغي التدخل من الجهات الرئاسيه وتبعت رساله. وما تقوليش بقى موضوع سياسي ومش سياسي، لا 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 خالص، مش سياسي خالص. احنا لينا جهه سياسيه ورئاسه سياسيه توجه بيان شديد اللهجه وتقول فيه اللي حصل ده، تدينه بكافه الطرق وتقول فيه وجهه نظر على اللي حصل ده. بص قدام حضرتك في التلفزيون قدامك يا اسحاق، الراجل ده عمل ايه؟ يبقى مرمي على وشه كده ومتداس عليه، في ايده كان يعمل ايه؟ يعني ده لو واحد معاه سلاح ما بيعملوش معاه كده. صحيح. يعني الناس اللي بتضربهم بالطوب ما بيحصلش معاهم كده. صحيح. ده عمل ايه؟ السؤال ماذا فعل؟ ايه اللي عمله؟ طب بلاش ايه اللي عمله؟ خطورته ايه؟ هيهدد امن اسرائيل في ايه ده؟ هيعرقل خطتها الاستعماريه في ايه؟ امر مؤسف جدا 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 طبعا. وينبغي التدخل بحسم هذه المره والاعلان على الرفض التام للي حصل ده. ولازم يطلع السفير الاسرائيلي يعتذر ويقول اللي حصل ده فعلا ما ينفعش يعدي كده، واللي عمل هذا الامر في الرامي ويبقى تحقيق علني الكل يعرف ايه اللي حصل فيه بشفافيه امام العالم كله للتعرض لشخص ديني دين ملوش علاقه باي حاجه. بشكرك جدا استاذ ايهاب مكرم المحامي بالنقد. بالفعل مراره يعني اللي يشوف هذا الفيديو والاعتداء على رجل دين بهذه المهانه الكبيره جدا. لم يقترف شيء، معهوش اي حاجه ممكن يعتدي بها على الجانب الاسرائيلي، ولكن هؤلاء الاجراميين تعودوا على هذا. استاذ محمد فراج عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، بعود اسال حضرتك عن وحضرتك كنت بتكلمنا كمان ان منظمات حقوق الانسان نعم. كله نايم، كله في ثبات عميق يعني صمت مغزي. صمت مغزي يعني نعم. كيف يتحرك المجتمع الدولي لوجود مخارج لحل هذه القضيه؟ يعني عايزين الدولة المصرية تمارس دورها. صدر بيان الخارجية، يصدر بيان من رئاسة الجمهورية، يتم استدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة ليقدم تفسير لما حدث. وإحنا لا نقبل أقل من اعتذار واضح في هذا الشأن. أيضا الوضع يحتاج إلى إثارة هذا الموضوع في المحاكم الدولية، لأنه وضع متكرر بالنسبة للمسجد الأقصى وبالنسبة لكنيسة القيامة وبالنسبة لدير السلطان. مش أول مرة يتم الاعتداء أو ادعاء أنه ليس ملكا للكنيسة القبطية المصرية.
وصدرت أحكام لصالح مصر ولصالح الكنيسة القبطية المصرية. ده وجود أحكام كمان من المحاكم, المحاكم الإسرائيلية, من المحاكم الإسرائيلية العليا. العليا نعم. وبالتالي إدخال الفكرة أن هناك خلاف بين الأقباط المصريين والأحباش المسيحيين ده موضوع إسرائيلي واستعماري قديم في علاقته بفرق تسود, أو استخدام خلافات حول الملكية لاستخدامها بشكل سياسي. القضية دينية بامتياز وسياسية بامتياز أيضا, لأن المسألة تدخل في إطار مخطط تهويد القدس وتهويد مقدساتها في علاقتها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل, أو نقل السفارات إلى القدس. وبالتالي هذا الجانب السياسي يحتاج من السلطات السياسية العربية والمصرية بشكل خاص والأمم المتحدة, ولأنه إحنا هنا نتعامل مع دولة احتلال, والقدس وبها هذه المقدسات في تحت يد الاحتلال, والاحتلال بيبقى القانون الدولي بينظم هذه المسائل. وبالتالي حتى هذا العدوان الذي حدث هذا اليوم في علاقته بالترميم يخالف اتفاقيات دولية في علاقتها بين إسرائيل والأردن, ويخالف اتفاقيات دولية في علاقتها بالدور الذي يجب أن تمارسه دولة الاحتلال على الأراضي المحتلة. وبالتالي جميع الدول العربية يجب أن يكون لها دور, الدولة المصرية يكون لها دور أكبر من البيان الذي صدر, الأحزاب السياسية المصرية والعربية تتحرك, جامعة الدول العربية تتحرك في هذا الشأن. وأنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه سوف يتحرك في مواجهة هذا العدوان, لأنه يخص القدس كلها ويخص عملية تهويد القدس. وبالتالي الشعوب العربية أيضا يجب أن تتعامل في هذا الشأن في من الزاوية السياسية. أستاذ محمد هستأذنك معي, بس معي اتصال تليفوني, معي المهندس كامل ميشيل عضو لجنة مباحثات دير السلطان. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم. باشمهندس كامل, أنا عارف أن حضرتك رحت الحبشة أكثر من مرة وتعرف كثير من الأمور في هذا الأمر, خاصة فيما يتعلق بدير السلطان. تعليق حضرتك عن ما حدث وكيف مجابهة اللي حصل في دير السلطان امبارح والنهاردة والاعتداء عليه, وهل ممكن يكون في مباحثات ما بين الكنيستين المصرية والأثيوبية تعود الأمور إلى مجاريها مرة أخرى؟ أحب أعرف رأي حضرتك. الحقيقة يعني الوضع اللي حصل, الوضع الراهن النهاردة, يتطلب أن الكل يبقى عارف أن ما بيرجعش لتاريخ يعني النهاردة. احنا كان لازم الكل يبقى عارف أن احنا من سنة 71 واحنا في انتظار تشكيل لجنة من الحكومة الإسرائيلية بالبت في قرار المحكمة اللي ادانا الحقية لدير السلطان, لكن قرار المحكمة هم استشكلوا فيه وقالوا حيشكلوا لجنة من سنة 71 حتى تاريخه لم تشكل لجنة, وكان فيه مفاوضات كتيرة انتهت بتاريخ 2-8 سنة 2016. سافر وفد من الكنيسة المصرية دعوة من بطرك الروم الأرثوذكس للتفاوض مع الجانب الأثيوبي في حضور الجانب الإسرائيلي. الوفد ده كان فيه نيافة الأنبا بيمن ونيافة الأنبا يوسف, وكان فيه طبعا سكرتير المجمع المقدس وقتها نيافة الأنبا رفائيل, وفي وجود نفس الأنبا أنطونيوس بطران الكرسي الأورشليمي, وكنت أنا موجود من ضمن اللجنة. سافرنا القدس وتم التفاوض وتم حضور الجانب الإسرائيلي وجانب الأثيوبي. الحقيقة المناقشة ما كانتش محايدة, وكان في مندوبين من السفارة المصرية الموجودين في الأرض المحتلة الموجودين. الاجتماع لم يسفر عن شيء, لكن كان نتائجه إن إحنا نبتدي مباحثات. من تاريخ ده من 2016 إحنا في سلسلة من المفاوضات مستمرة طبعا تحت رعاية وزارة الخارجية, لأن الحقيقة ليها دور كان عظيم جدا في أن هي اللي كانت قايمة بالتفاوض مع كل الجهات الأمنية اللي هي معنية بالموضوع ده في مصر. الأمور كانت شغالين في يعني كذا عرض بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية هناك,
كل للاسف كل العروض اللي اتعرضت سواء من وزاره الخارجيه او من الكنيسه المصريه كلها لم يتم الاستجابه ليها، ويمكن رئاسه الامن من تونس اعتقد نوه ليها كتير ان كل العروض تقريبا كانوا 6 حلول لغايه ما انتهت هذا الامر تماما ليوم 10 الشهر ده، كل الحلول دي بقت بالفشل. ومدير مكتب العديان الاسرائيلي ومعاه مسؤول الطوائف المسيحيه الاسرائيلي راحوا لنيابه الامن انطونيوس وبلغوا بلاغ شفاهي بان رئيس الوزراء ادى قرار بالترميم كنيسه الملاك بواسطه الحكومه الاسرائيليه وتغيير كامل لكل طلبات القرار ده، عشان بنتكلم في جزء حجر 15 سم ب 15 سم. يا سلام. بنتكلم في ترميم او في موضوع كبير، لكن وكان بفعل فاعل. كل ده عشان بيحاول لف حوالين ملكيه الكنيسه المصريه عشان يدخل ما يطلعش. يا باشمهندس صح كده؟ يا باشمهندس كامل. القرار ده كان قرار شفاهي تم رفضه بجواب رسمي بتاريخ 12/10 من الكنيسه، ان احنا وعرضنا عروض اخرى تفاوضيه من 4 بنود تحفظ للكنيسه حق الملكيه، لانه اهم حاجه بالنسبه لنا حسب الاتفاقيه اللي اسرائيل حطاها هناك اتفاقيه الاستاتس كودي، حفظ حق الملكيه اللي هو مثبوت لديهم بالورق ما ينفعش حد يخش غير بموافقه. الحقيقه برضه تم يعني ضرب عرض الحائط بالكلام ده كله لغايه ما السفاره المصريه عرفت من خلال الجانب الاسرائيلي ان هم هيخشوا امبارح لكنيسه الملاك للترميم. كان في نيابه الامن تونس بيصلي قداس امبارح، كان في ترتيب وقفه سلميه احتجاجيه، كل اللي عملوه الجانب الاسرائيلي ان هم دخلوا مجموعه بسيطه وفرشوا بلاستيك تقريبا او حاجه زي كده عشان تحت القبو اللي فيه الجزء اللي واقع اللي هو 15 سم في 15 سم. 15 سم في 15 سم. جدا حجر. عاملين ان هو حاجه تخضع لاداره المباني الخطره اللي هي في الحكومه الاسرائيليه. النهارده طبعا حصل ان الناس كلها شافوه ان استكمال الموضوع ده بيخشوا باسالات عشان يطلعوا للقبو دي، وكان حصل الاعتداء السافر المدني على الكنيسه ممثله في الاباء الرهبان اللي كانوا موجودين بشكل كان يعني غير ادمي غير انساني. الشكل ده كان مس الناس كلها. الشكل ده نتمنى من ربنا ان هو يستثمر بشكل كويس من خلالنا هنا، ان طبعا احنا كنيسه متسامحه وبتقبل الكل وقابله، ويمكن حضرتك عارف كنت معانا في اثيوبيا، الكنيسه المصريه كانت بتطلع على الكنيسه الاثيوبيه وهي اللي دخلت الرهبان، واحنا لغايه دلوقتي ما عندناش مانع ان هم يتواجدوا معانا، لكن الاعتداء اللي تم النهارده كان اعتداء صعب وقاسي جدا. الاعتداء ده كان تم مقابله تحرير، يعني احنا ما ينفعش نشتكي الشرطه للشرطه، فكان في اجراء تم النهارده بتصعيد الكلام ده على اساس ان ترفع قضيه على الجانب الاسرائيلي نتيجه الاعتداء البدني اللي تم على الاباء الرهبان اللي هم موجودين وتعرضوا ليهم في الوقفه احتجاجيه سلميه ما نعرفش غيرها. يعني ده تسلسل الحقيقه كان لازم اقوله لحضرتك بشكل يعني سريع، انا بعتذر يعني لو طولت، لكن هو ده الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. باشمهندس كامل، يا باشمهندس يعني كامل اتفضل يا فندم. احب اسال حضرتك يعني بما ان حضرتك يعني عقدت يعني حضرت عدد كبير من الجلسات والمباحثات مع الجانب الاسرائيلي وكان بيضم عدد من الكنائس، وزي ما حضرتك شرحت لنا بهذه البساطه، بتشوف ازاي بتشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ هل الدخول الجانب الاسرائيلي في هذا الامر، وزي ما حضرتك قلت لي هو في الاول في الاخر حجر 15 سم في 15 سم وفعل الدخول من اجل عدم الخروج مره اخرى، ولا شايف في حضرتك هم بيأملوا في ايه في الفتره اللي جايه؟ لا هم مش يعني هم دخولهم هو ما يعنيهمش كتير، هو اللي يعنيهم ان هو بالدخول ده يكون لهم دخول مستمر لترميم الدير كله، لان الدير خلينا نتفق دير قديم اثري لم تمتد اليه يد بالعمار طول فتره التقاضي حسب القانون الاسرائيلي هناك، فما فيش اي تعمير. يعني انت لو ما دخلنا المكان في اماكن ما ينفعش يعني المعيشه فيها من دورات المياه لاعلال الرهبان، الدير كله محتاج ترميم، لكن ما ينفعش حد يمد ايده ويرمم ويخش الدير الا بموافقه الكنيسه المصريه لها حق الملكيه. صحيح. فما كانش ينفع، لكن الدخول بتاع امبارح ده والنهارده يديهم الفكره ان هو يستمروا في الترميم، والترميم ده بيحفظ للكنيسه الاثيوبيه
السيطره على الدير، لان الدير هم موجودين في مفيش غير واحد. فبوجود الحكومه الاسرائيليه وان هي تبتدي تضمن وتضع وتمكن يد الكنيسه الاثيوبيه من التواجد بوضع اليد في الدير، وتضرب كل المواثيق وكل الاحكام وكل المستندات الملكيه لدينا بعرض الحائط، ويبقى هو الوضع القائم في الكنيسه الاثيوبيه واحنا ما لناش حتى حق المرور. يعني احنا لما بنيجي نمر لما مرينا تحديدا نفس الانبا بين منع من المرور لما كنا متواجدين هناك، منع من ان هو يعدي. فلما النهارده حاجه مدخل لكنيسه القيامه تمنع اب اسقف من الكنيسه المصريه لدخول كنيسه القيامه، لان هو الممر من مطرانيه الاخباط في كرسي الاورشليم للكنيسه، ده يعني اعتداء على حقوق العباده. صحيح. وحقوق الانسانيه وحقوق الانسان وكل حاجه. فاحنا بالوضع ده هو الكنيسه الاثيوبيه اللي هتبتدي تسيطر. تمام. طبعا ده في مصلحه الدوله الاسرائيليه، لان الجانب الاثيوبي طبعا في اتفاقيات بينه وبين الجانب الاسرائيلي، وهم ليهم مصلحه مشتركه مع بعض. بشكرك. ما ينفيش اعتدائهم علينا. بشكرك جدا مهندس كامل مشهيل، عضو لجنة المباحثات الخاصة بدير السلطان. ألف شكر على كل هذا التوضيح. يمكن بشمهندس كامل بالنسبة لي يوضح جدا 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 النية المبيتة من الجانب الإسرائيلي لاستعمار الدير، للبلطجة داخل الدير. قال لك هو كله حجر في 15 سنتي في 15 سنتي ومتشال بفعل. تعليق حضرتك يا محمد. يعني أنا تعليقي إن زي ما حضرتك قلت، إسرائيل تريد أن تضع قدما داخل الدير ويبقى لها حق بقى الدخول والخروج بفكرة. صحيح. أن الترميم هترمم في غير ملكك، يعني صاحب الملك هو اللي بيرمم ملكه. صحيح. هو أثر طبعا دير السلطان، أو على الأقل بموافقته وبالتالي يعني العملية دي أنا بشوفها كسياسي في إطار دور أو مخطط إسرائيلي السياسي في القدس كلها. وبالتالي إحنا يجب أن تكون الحركة المصرية مع حركة الكنيسة الأرثوذكسية في علاقتها بتطبيق القوانين الدولية في مكان محتل تحت يد احتلال. إسرائيل دولة محتلة. صحيح. للقدس، وبالتالي محاولتها العبس في أثر مقدس هو محاولة سياسية للتواجد ولتهويد المنطقة كلها. وبالتالي الدولة المصرية والأحزاب السياسية وجمع الدول العربية يجب أن تتحرك حركة سياسية في إطار لحماية المقدسات وللحفاظ على الملكية المصرية في دير السلطان، حتى لا تكرر إسرائيل فعلتها في أماكن أخرى. أستاذ محمد، أثيوبيا كطرف في هذا الأمر كيف يمكن التعامل معها، وكيف يمكن التحرك السياسي يعني فتح حوار مع أثيوبيا فيما يخص هذا الأمر؟ نعمل إيه؟ يعني أنا رأيي برضو في هذا الشأن إن إحنا ما نبالغش في الخلافات اللي بين الكنيسة القبطية المصرية والكنيسة الأثيوبية فيما يخص هذه المشكلة. بمعنى إن إحنا من الممكن أن نحل هذه المشكلة بعلاقات دينية، يعني علاقات قداسة البابا مع الكنيسة الأثيوبية، وفي نفس الوقت هناك علاقات جديدة وصفحة جديدة تمت بين القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية في أثيوبيا. وبالتالي يعني لابد من حل دبلوماسي سريع ولقاء قمة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي يعني عدم الخضوع لمخططات إسرائيل في هذا الشأن. لا يجب أن نوسع هوة الخلاف بين مصر وأثيوبيا وفي هذا وربما من حسن الحظ أن الرئيس المصري يسافر غدا إلى السودان. أي. وسوف تفتح الملفات الخاصة بسد النهضة والعلاقات المصرية السودانية الأثيوبية، وبالتالي أن تكون ما حدث في دير السلطان نقطة في المفاوضات في هذا الشأن، لأنها تحتاج إلى حل سياسي لا تكون لإسرائيل أو لا تكون إسرائيل طرفا فيه. إسرائيل دولة احتلال
ونحن نملك علاقات تاريخية بين مصر والسودان وأثيوبيا، وبالتالي نستخدم هذه العلاقات التاريخية في حل هذه المشكلة بعيدا عن المخططات الصهيونية الإسرائيلية. يحزنني جدا يا أستاذ محمد أني على المستوى الشعبي اللي أنا شفته يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والكلام والتعليقات المختلفة للناس أن كله متجه أن القضية هي قضية كنيسة أو علاقة كنيسة بكنيسة، الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية، ولا أحد يشعر أن هذا شأن مصري خالص، وأن الاعتداء على السيادة المصرية وأن هذه الأرض التي عليها الدير هي أرض مصرية خالصة منذ مئات السنين وتحت السيادة المصرية، والاعتداء على رجل دينه واعتداء على رجل دين مصري. إزاي يعني يبقى نعرف أكتر؟ أنا يعني هاخد إجابة حضرتك، لكن هستأذنك كمان معايا مداخلة. معايا نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس، والخاص بنيافة الأنبا بيمن المفوض بالعلاقات المصرية الأثيوبية. أهلا بيك يا سيدنا. أهلا بيك، الصوت مش واضح قوي. هعلي صوت يا سيدنا، لكن أنا عايز أعرف رأي نيافتك فيما يحدث، وإزاي يكون لنيافتك دور بما أن نيافتك يعني المختص بالعلاقات ما بين الكنيستين المصرية والأثيوبية، وكيف يكون لنيافتك دور في هذا الأمر وعودة الأمور إلى مجاريها، بل عودة الدير بأكماله إلى السيادة المصرية. هو الحقيقة يعني التأخير عليك وعلى كل المستمعين. أهلا العلاقة مع الكنيسة الأثيوبية دخلت في تذبذب صعودا ونزولا خلال الفترة يعني الأخيرة من حياة أبينا قدس البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، وبعدين تم التواصل والصلح بين الكنيستين، لكن لم تناقش الأمور اللي عليها اختلاف زي مشكلة دير السلطان بين الكنيستين. وإحنا أنا لما كلمني قداسة البابا تودروس إن أنا يعني أبقى المنسق بين الكنيستين، لم نتطرق إطلاقا على مشكلة دير السلطان باعتبارها مشكلة لها تاريخ وربما تحتاج إلى وقت ومحتاجة إلى مد جذور الثقة بين الكنيستين. طيب. الأمور كانت ماشية كويسة وشغالين، عمل تنموي وعمل خدمي مع حبايبنا وإخواتنا في الكنيسة الأثيوبية. استمرين على هذا المنوال لغاية 2016، طلب بطريرك الروم الأرثوذكس إنه هو يدخل وسيط بين الكنيسة الأثيوبية وصول دير السلطان عن طريق المطران المكرم نيافة الأنبا أنطونيو سوسكو في الأورشليمي والشرق الأدنى. نجل هذا الكلام لقداسة البابا تودروس الثاني ربنا يطول عمره، فقداسة البابا راح مكلفني باعتباري أنا منسق العلاقات بيني وبين الكنيسة الأثيوبية، ومعايا وفد نروح مع بعض علشان نحقق هذا الأمر اللي طلبه بطريرك الروم الأرثوذكس. إحنا محتاجين إن إحنا نقعد ونتواصل، أدينا بنتواصل على عن طريق الخدمة والتنمية والعلاقات، وأبونا متياس الأول بطريرك الكيو يجا واستقبلناه استقبال حافل، وقدرت بطريرك راح هناك واستقبلوه استقبال حافل. صحيح. فقلنا هناك جذور للثقة بين الكنيستين وبين قدس البابا تودروس وأبونا متياس، ويعني الحقيقة كنا نظن أن الأمور هتاخد منحنى إيجابي في هذا الأمر، لكن للأسف الشديد رحنا الوفد كان نيابة المطران الأنبا أنطونيوس ونيابة الأنبا نيابة الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس في ذلك الوقت، ونيابة الأنبا يوسف سكرتير مساعد المجمع المقدس وأسقف شلو أمريكا الشمالية، وضع فيه وبعض أعضاء اللجنة المعاونة لإدارة الأزمات مهندس كامل ميشيل من قطيم والأستاذ عدة دانيال. رحنا مع بعض يعني كوافد نستكشف ونطلع الأمر ونشوف بطريرك الروم الأرثوذكس هيطلب إيه ويقول إيه. إحنا رحنا فعلا، وطبعا بعلم الحكومة المصرية ووجود مندوبين من السفارة المصرية
وطبعا الحكومه الاثيوبيه عندها خبر، والسفاره الاثيوبيه بعتت ناس من طرفها مع الرئيس الاثيوبي. رحنا اتجمعنا كلنا عند بطريرك الروم الارثوذكس تحت اشراف بطريرك الروم الارثوذكس القدسي الاورشليمي او اللي هو هناك الروس. وكان في مندوب من وزاره الداخليه الاسرائيليه ووزاره الاديان الاسرائيليه. واحنا كنا نتمنى ان الامر فعلا يبقى في وسيط محايد وفيه مناقشات. وجينا الوفد الاثيوبي قال لا انا ما عنديش اي تكليف من كنيستي ان انا اتفاوض. اللهم ما احنا جايين ليه؟ ما انتوا طالبين بطريرك الروم انتوا طالبنا ليه؟ قال عايزين موافقتكم على الترميم. والكنيسه الاسرائيليه هي اللي هترمم. قلنا له اسف الحكومه الاسرائيليه هي اللي هترمم. قال لا الدير ده دير اثري قبطي ارثوذكسي تملكه الكنيسه القبطيه واحنا اللي هنرممه في حاله الترميم. حتى وان كان الاثيوبيين موجودين فيه لا ده اغتصاب. احنا لا يمكن نمكن حد اعتدى على الدير نمكنه ان هو يبقى قاعد يتكلم بطريقه ان احنا لازم يبقى في حب ورعايه. نبدا يوسف وقف وقال له هذا المكان اللي هو القدس فيه حاجتين المحبه والعدل. الرحمه والعدل الاثنين التقوا في هذا المكان على ان مسيحنا على الصليب او في العدل الالهي وقدم رحمه للبشريه. فما ينفعش في حاجه اسمها رحمه بدون عدل. يبقى العدل ان احنا نقعد نتفاوض على ملكيه الدير وحياده الدير وكل كنيسه من الاثنين تطلع المسندات بتاعتها بعلم الحكومه الاثيوبيه والحكومه المصريه في وجود طرف محايد زي بطريركيه الروم الارثوذكس حسب الطلب اللي احنا كنا فاهمينه. وبرضه معرفه الحكومه الاسرائيليه ما عندناش مانع. اتكلموا معنا بطريقه كانوا كلهم للاسف في جانب واحنا لوحدينا في جانب بس احنا ربنا كان معانا. اتكلموا بطريقه شويه فيها نوع من انواع التعالي واحنا الدير معانا واحنا الدير ده لازم هيترمم. وللاسف الشديد ما كانش الطرف الاسرائيلي وزاره الاديان ووزاره الداخليه محايده. ولما احنا قلنا لهم انتوا طرف قالوا لا احنا مش طرف خالص. اتفاوضوا انتوا مع الاثيوبيين واحنا هنبقى مبسوطين انكم انتوا تتفقوا مع الاثيوبيين. طبعا هذا كلام بعيد عن الحقيقه واثبتت الايام الحاليه صدق مشاعرنا واحاسيسنا انه الحكومه الاسرائيليه هي اللي بنفسها داخله بالقوه الجبريه بعلم الحكومه بترتيب منها انها تخش ترمم الدير لصالح الاثيوبيين اللي هم محتلينه وهم قاعدين فيه. انا متاسف على كل المستويات احنا تعبنا. قدس البابا ارسل البابا تواضروس ربنا يديله الصحه وطول العمر ارسلني مع الاف الانبا يوسف وكان ابونا انجيلوس النجادي. انا بشكرك سيدنا انبا بيمن. ورحنا اثيوبيا على اساس نعمل تفاوض مع الكنيسه الاثيوبيه. كان قداسه ابونا متياس وسكرتير المجمع المقدس ابونا تاويرس هو هناك. سيدنا نيافه الحبر جليل انبا بيمن. سيدنا انا بشكر نيافتك جدا لاني سريعا هنروح لقداسه البابا على الهواء مباشره. انا بشكر استاذ محمد فراج عضو المكتب السياسي بحزب التجمع. متفرج استاذ محمد فرج عضو المكتب السياسي بحزب التجمع نورتنا يا فندم وبشكرك جدا على وجودك معانا. كتر الف خيرك. الله يخليك حبيبي. اشكرك وبشكركم مشاهدينا ومكملين معاكم. احنا هنخرج دلوقتي نروح لعظة قداسة البابا على الهواء مباشرة وبعد العظة برنامج في النور هيكمل معاكم ومستمرين في حديثنا عن هذا الحادث المؤسف في دير السلطان ديرنا المصري الموجود في القدس. وهيبقى معاكم فريق عمل برنامج في النور وكمان هيبقى معانا تغطية حية ومباشرة من القدس. معانا كاميراتنا وصور حصرية لقناة سي تي في من القدس مباشرة سواء للأماكن
المصرية، وكنا معاكم أثناء حديث نيافة الأنبا بيمن عن من دير الأنبا أنطونيوس للدير المصري الموجود هناك في القدس. بشكركم جدا، وإن شاء الله تكملوا هذا التغطية المستمرة في برنامج في النور بعد عزة قداسة البابا، ونستمتع مع بعض بكلمات قداسة البابا ونعرف منه أكتر، ونستمتع بكلماته الروحية العذبة حالا دلوقتي.